مساء الفل واهلا بيكم في باب الخلق وعن العشاء. واضح ان في مسائل فنيه انا ما بفهمهاش خالص في المسائل الفنيه دي خالص، ابقى بتكلم كده والكاميرا كده وانا ماليش دعوه بتكلم في اي اتجاه، ما عنديش حس كاميراتي خالص. طبعا يعني كلكم تابعتوا رحيل الكاتب احمد خالد توفيق، والحقيقه احنا كنا على اتصال بيه، ولما قررنا ان احنا نشتغل من اول الشخصيات اللي فكرنا انه يكون ضيفنا لانه البرنامج ده يناسبه جدا، لانه هو من الخلق المميزين. وفعلا كان في اتصال وبدانا من اول فبراير نكلمه، ما كناش بنقدر يعني ناخد مواعيد الا لما يطلع البرنامج. وبعدين قال انا بس عندي حاجه في القلب هعملها، وكان قضاء الله. وتابعتوا حضراتكم حاله الاسى والحزن الشجي في عيون الشباب ودموع الشباب، ولذلك اتفقت مع زمايلي ان شاء الله احنا بكره نعمل حلقه خاصه اسمها احمد خالد توفيق بس كده، يعني مش هنعمل لها اسماء ونعمل لها هيصه، اسمها احمد خالد توفيق. مين الراجل ده وايه اللي ده للشباب عشان خاطر يتواصلوا معاه؟ هذا التواصل يعني كلمه جميل قليله جدا، تواصل اللي فيه التصاق، يعني تواصل فيه اندماج، تواصل فيه عشق الفكرة. هو لقاها وقدمها لهم. عشان المسألة تبقى، ما قلت لكم قبل كده في تقارير، وتقارير أنا مسجلها وتقارير هنقولها إن شاء الله إذا في عمر، بتقول حاجة واحدة بس، إنه إذا كنت أنت حاسس بيا أنا كمان هحس بيك، إذا كنت أنت عايزني أجيلك لازم تتقدم، ما ينفعش تخطبني وانت في شارع تاني، ما ينفعش تطلبني وانت ما تعرفش نمرتي. تطلبني ازاي؟ ازاي تقول لي انت ما جيتش ليه يا محمود واصلا انت ما اديتنيش نمرتك ولا بتتصل بيا؟ هو ده احمد خالد توفيق، السلاسل بتاعته وبعدين الروايات وبعدين تلاحم مع الشباب افكار، وكان في قبل الانتشار بتاع الفيسبوك والحاجات دي كلها كان في منتديات، مشوار في حاجه تبدو صغيره ولكنها في منتهى كبر من حيث حجمها. هي علاقه كاتب من طنطا، ما سابش طنطا ابدا، فضل في طنطا لغايه ما غادر الحياه، وهو موجود دلوقتي جثمان في طنطا ورمز في طنطا. رمز لايه؟ للفكرة. رجل أراد أن يخاطب هؤلاء فبدأ يدعبس. ولو تسمعوا القصة بقى، مش هقول لكم قصة إزاي هو كتب وإزاي اترفض وإزاي لما اتنشر الدنيا اتقلبت وإزاي وإزاي وإزاي، التفاصيل الصغيرة تصنع أشياء كبيرة جدا 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 جدا، وتصنع قيمة عظيمة جميلة زي أحمد خالد توفيق. ولذلك أنا يشرفني جدا أن يكون معايا مجموعة من الشباب بكرة، ومجموعة من الأدباء هيتكلموا في تقارير عن هذه، مش عايز أقول الظاهرة، ولكن عايز أقول هذا الذكاء الممزوج بالحب. يعني مش هو ذكي وبس، ما في حرامية أذكياء كتير، إنما هو عرف أنه ممكن في حياته يبني طوبة، والحقيقة أنه بنى أكتر من طوبة. فأنا أقدم العزاء للدكتور زوجته والأولاده ولكل محبيه، وأنه الأدباء أو الكتاب أصحاب الكلمة قد يرحلوا جسدا لكن يبقوا دائما فكرا يضيء للحياة. زي ما قلت لكم أن احنا لما بنروح نصور أثر أو حاجة ما بنصورش طوبة، بنصور اللي حط الطوبة، عشان طوبة على طوبة نقدر نبني حاجة حقيقية، إنما رمل على رمل وانت قاعد على البحر عمرك ما هتبني حاجة. إنما الطوبة لما بتتعمل طوبة حقيقية بتتحط فوق طوبة،
فأحمد توفيق حجر في الأدب المصري وفي عقول شبابنا, وده عمله بمنتهى البساطة وبمنتهى الكلمة الجميلة بمنتهى الأريحية. ما قعدش يتشنج ولا بتاع, هو كتب ولا استجابة ففضل يكتب ويكتب ويكتب ويكتب. يعني نتمنى له مكان أفضل, وهو إن شاء الله لأنه زكي على الله إن شاء الله يكون في مكان أفضل إن شاء الله. كمان طلعت لنا بقى حكايه الحوت الازرق دي, وبنعزي ست النائب السابق حمدي الفخراني اللي هو فات ابنه خالد 18 سنه ودخله في قصه الحوت الازرق دي. انا بعزي طبعا النائب السابق يحيى الفخراني وشباب حمدي, انا اسف حمدي الفخراني, انا قلتها الاول صح اظن, وخالد اللي توفى شاب 18 سنه في لعبه كده اسمها الحوت الازرق. معرفش طبعا انتوا عارفين, يعني بعضكم عارف القصه. قال ايه؟ شوف يا سيدي, قال بتاع كده ابلكيشن يفتحوه او حاجه زي كده او يكتبوا الشباب فيطلع لهم لعبه فيها 50 مشوار 50 نقطه. يعني اول نقطه هتخش معانا؟ يقول له هخش. تحدي. تحدي بإيه بقى؟ هقول لكم دلوقتي. يقوم يرسم على إيده الحوت بأي شكل يعني, بس يرسمه بموس, بسكينة, بمقص, بمفك, ببرجل, بأي حاجة, أي آلة حادة بحيث إنه ينزل دم. وبعدين يجيب تليفونه ويصور البتاع ده ويبعته لأخونا دوت اللي هو المشرف المش عارف إيه أي حاجة. هنا يبقى قدم وفروض الولاء والطاعة, وإذا وبالتالي يمكن إن هو ينضم للحوت الأزرق. 50 نقطة بقى يفضلوا يعملوا فيه حاجات, تفرج على أفلام رعب, تسمع موسيقى رعب, ويقال كمان صور لنا مش عارف بيتك, صور لنا إخواتك, صور لنا حاجات شخصية, معلومات شخصية, مش عارف إيه بتاع. وفي النقطة 50 يقول له اضرب دماغك بالرصاص, نط من فوق الشباك بدور ال 14, اطلع نط في المحيط اللي مش عارف ايه, اطلع ايه, يعني بينتحر. فالعيال بياخدوها تحدي, الولاد يعني اسف في تعبير عيال, الولاد بياخدوها تحدي ويروحوا ايه, يقول لك انا هخش ومش هنتحر ومش هنتحر. يقول لك في ناس بتنساق بتتسحب كده, وفي ناس بتخاف من تهديداته لان هم بعتوا حاجات خاصه في بيوتهم, في دوت وفي دوت. الولد ده مين بقى؟ اسمه فيليب دوبكين او دوكين, روسي. اتقبض عليه واتحكم عليه بثلاث سنين, لكنه ساب بقى اجيال موجوده منتشره عندنا. لا, الصين, راحت الصين, راحت الهند, راحت انجلترا, راحت فرنسا, راحت الجزائر, راحت تونس, وراحت الكويت, وراحت السعوديه. انا بقول لك ليه راحت بقى؟ لان كل البلاد اللي بكلمك عنهم دول في ولاد انتحروا بالفعل. انجلترا مش عارف 3, فرنسا مش عارف 4, الجزائر مش عارف 6, مصر ما بنعرفش العدد طبعا, لكن بنسمع كده ان في 2. لانه لما خالد ابن نائب حمدي الفخراني راح في المشرحه, فالناس قالوا لها, فاخته بتسال, انا سمعت حوار اخته لاحدى المحطات, فبتقول قالوا لها هو حوت الازرق برضه, وهم ما كانوش يعرفوا اهله حكايه الحوت الازرق دي, ما كانوش يعرفوا. قلت لهم حوت ازرق ايه؟ اخته في ايه؟ راحت بقى فتحت مكتبه واوضته, دورت في الورق, لقيت فعلا موجود حوت مرسوم, وفي بقى طلاسم وحاجات من بتاعه اللعبه موجوده في مكتبه. من هنا عرفوا ان خالد, وخلي بالك خالد زي ما بتقول اخته مؤدب جدا, دمس جدا, دمس يعني اخلاقه لطيفه جدا, مهذب يعني, متدين جدا, بيصوم جدا, بيصلي جدا, قرآن في أوضته ما بينقطعش, متدين جدا, وكل الناس بتحبه. ده كلام أخته, عشان كده أخته ما بتحذر, بتقول لهم ما تعملوش فيها جدعان وهتعملوا, لأنه ما فيش أحسن من خالد من حيث الذكاء لأنه متقدم جدا في دراسته, ومن حيث الإيمان يعني عنده ذكاء وعنده إيمان, ودخل التحدي اللي ضيع حياته والأمر بيد الله. فاحنا بس بننبه
مسألة فيها تفاصيل كتير. المسألة إيه؟ المسألة إنه الولاد لما يقعدوا في الأوضة كتير ما لا نخلي بالنا. التليفون برضو نخلي بالنا، مش نراقب طبعا أو مش ندور ندعبس، لكن لابد يكون في متابعة، لأنه الخمسين حكاية دي بتاخد 50 يوم. الخمسين حاجة دي بتتعمل في 50 يوم، يعني مش حاجة بيخش عليها في أسبوع وتحصل المأساة دي، لا بتاخد 50 يوم. اليوم 50 بيحصل فيه الانتحار. انتحروا، أول ما انتحر طبعا بيستهدف، يبقى بتنبهني لنقطة مهمة، بيستهدف من 12 ل 16 سنة. أول واحدة انتحرت كانت في روسيا، بنت زي القمر، والتانية برضو في روسيا بنت برضو. فيعني نحن بس ننبه على الحكاية ديت، وننبه على أنه يعني دايما لما بنقول في حرية لازم بقى في حرية للشباب وفي كل حاجة طبعا، لكن نبص لازم نكون إحنا مفتحين بصين على الحكاية. وطبعا ده يعني أنا بسميها يعني طول الوقت الدنيا فيها كده، يعني طول الوقت من ساعة ما اتخلقت الدنيا وهي فيها الشر ده موجود بأشكال متنوعة. يعني سمعتوا عن جماعات قبل كده، مرة واحد مش عارف إيه سعبرة الشيطان، بعدين في ناس كانوا اجتمعوا في مكان وانتحروا 50 واحد، 900 واحد، ومش عارف إيه كلام، تخريب كتير بتحصل في الدنيا، لكن كانت بتحصل على نطاق المدينة اللي هي فيها، لأن مفيش هذا الانتشار الساحق. الدنيا بقت قد كده، هي قد كده، بس هي بتبقى قد كده في وسائل الاتصال دي. فزي ما انت شايفين لعبة من روسيا لفت العالم في زمن، في مدة زمنية بسيطة، بس ظهرت سنة 16، ففي سنتين أو سنة تقريبا، لأن احنا لسه في أول 18، لفت العالم كله. وقبل كده طلعت اللعبه اللي كانوا العيال بينزلوا مش عارف يروحوا اي حته، اوف اي حته، يعملوا حاجات غريبه. فالحاجات دي كلها عايزه متابعه. كمان انا بطمنكم على نجمنا محمد منير ان هو كويس جدا الحمد لله، وصحته تمام، وكلها حاجات بسيطه. جمهور محمد منير بطمنه ان انا على اتصال بمنير على طول، هو زي الفل وبيتفق على حفلات ان شاء الله، وربنا يديله الصحة. منير جميل وصغير وشباب لسه، منير وجميل، واطمنوا عليه خالص. كل الكلام اللي اتقال عملية كبيرة ومش عارف ايه، كل ده كلام مش دقيق. الكلام الدقيق ان هي حاجة بسيطة جدا، ما يعني، لان انتوا عارفين انه كان عمل عملية في ألمانيا خاصة بحاجة ليها علاقة بالعظام يعني، فكانت حاجة مكملة بسيطة يعني، ما عادش ساعات في المستشفى وخرج وبقى زي الفل. أما الآن يا سيدي بقى، فإحنا النهاردة هنتكلم عن الصبر. دع الأيام تفعل ما تشاء، وطب نفسا إذا حكم القضاء، ولا تجزع لحادثة الليالي، ولا تجزع لحادثة الليالي، فما لحوادث الدنيا بقاء. بص بعدين يروح بقى يقول لك ايه بقى بيت تاني، وارض الله واسعه، ولكن اذا نزل القضاء ضاق الفضاء. عمك الامام الشافعي سيدنا، شوفوا عبد الوهاب بيعمل ايه في ام كلثوم. الست اللي بتغني قدامكم دي على اقل تقدير 71 سنه، لانه هي الاغنيه هي ام كلثوم 90 1900 وهي عندها 71 سنة، والمؤكد ان ام كلثوم مولودة سنة 1898، انما في كلام 1900 وفي كلام 1904 وعد زي ما انت عايز، كلام كتير بيتقال. انما هي كانت بتغني في العشرينات وكانت مطربة، يعني كانت مطربة مشهورة معروفة. فهي انا اصلا مش عارف اتكلم ام كلثوم جنبي بصراحة. فشوفوا عبد الوهاب، شوفوا الفالس بتاع عبد الوهاب، شوفوا ايه الحلقة ده. وبعدين بقى هي قالت قالت حاجات، عملت فيها ابداعات في حفله، الحفله دي كانت في الكويت سنه 71 او 72 يمكن، مش متذكر. في حفله 71 في ابو ظبي، كل المعلومات اللي قلتها غلط، بس هي 71 صح وابو ظبي مش الكويت، الاثنين كلهم بلادنا يعني. في حفله غنت فيها ام كلثوم وصفوا لي الصبر بس 39 دقيقة بتعيد بناء على طلب الناس فوصفوا لي الصبر لوحدها، الكوبليه دوت ما كملتوش حتى 39 دقيقة بتروح وتيجي وتعمل الحاجات الإبداعات اللي هي بتعملها دي.
ضاقت فلما استحكمت حركاتها فرجت. وكان لأن هي بداية القصيدة كان وكان يظنها لا تفرج. الصبر يا جماعة حاجة من الحاجات الجميلة. الصبر فيه مليون نوع ومليون شكل. في حاجة تيجي تهبط عليك كده بتبقى صعبة، فراق، وهنا الصبر يأتي من السماء، مفيش حل تاني، مفيش حل تاني، إذا ما جاش من فوق مش هيجي من الأرض أبدا. فراق الأحبة ده مالوش حل، الأم والأب والأخ والابن والحبيب والزوجة والزوج والحاجات دي كلها كوم. إنما في صبر أنت تعمله، طبعا كل حاجة بإيد ربنا سبحانه وتعالى، لكن في صبر ده بتاعك أنت، صبرك أنت، صبرك على مستقبلك، ده صبر إنك أنت تدوحر تك 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 لغاية ما تحقق اللي أنت عايزه أو متحققوش، مش دي المشكلة، مش دي الهدف، يعني إنك أنت بس بتسعى يوم يتحقق أو متحققش، يتحقق نصه متحققش، هو ده في صبر. في مهن في عايزة صبر، زي مهنة الدكتور، إذا ما كانش يبقى صابر كده بيسمع المريض كويس وبيقوم يكشف بدقة يقوم يقدر يشخص مظبوط. في دكتور خلاص انت ما فيش حاجه، وفي مهندس نفس الحكايه، وفي مهن، كل المهن عايزه نوع من الصبر. القاضي، الضابط في قسم الشرطه لازم يصبر على اللي جاي يعمل محضر عشان ياخد التفاصيل التفاصيل التفاصيل. ففي مجال في المجال بتاع الصبر ده مفتوح زي ما انت عايز. فاحنا عملنا تقرير ده بس هنزيعه في الجزء الثاني من الحلقه ان شاء الله. انما قالت لي هبه ان سلمى عامله تقرير شقي كالعاده، بس خلي بالك ما تهجمش عليه على طول، من فضلكم كان احنا نعرف نقول ايه. لما كنا نخش فيلم زمان قوم الفيلم يطلع وحش، هو باين عليه كده من خلقته من اول 10 دقايق وحش، انما اذا قام الصحفي او الناقد قبل الفيلم ما يخلص نقول ما يصحش يكتب عليه. تتلاقي بقى حصلت من حوالي 20 سنة بتحصل الحكاية دي، ان المسلسل يبدأ بعد حلقتين تلاقيه بيشتمه، يا جماعة ده لسه في 28 حلقة. لا ما ينفعش، فلازم الواحد يشوف الحاجة كاملة عشان يقدر يحكم عليها. فيعني سلمى عملت تقرير لطيف جدا زي الاسبوع اللي قبل اللي فات عن عيد الام، الامهات وابنائهم يعني وبناتهم، فبعدين هاجموا عليها وبعدين رجعوا قالوا احنا متأسفين تقرير لطيف وكده. فعايز اسمع للآخر. لو سألت اي حد انت صبور هيقولك ايوة طبعا، لكن اللي ايده في المية مش زي اللي ايده في النار، وعشان كده اتفقت مع زمايلي علي وعم حمدي على اختبار صبر اللي هنسجل معاهم لما يفضل علي قطع كل شوية التصوير. اسمي مجدي بشير عبد الحي، بشتغل حارس امن، سني 45 سنه، متزوج وعندي 5 اولاد. كلمني بقى عن حياتك عامه. وعليكم السلام. انا نشأت ابراهيم عيد يوسف من كفر الشيخ. مروه. تمام. السلام ورحمة الله وبركاته. من الاول ماشي، عرفني بنفسك. انا مع حضرتك محمد احمد 30 سنه. انا محمد عندي 24 سنه، شغال سواق. اوتو بتسهروا ايه؟ ماشي ماشي. انا بعرف اتكلم واعرف اقول من هنا لحد بكره. تاني هتعرفني بنفسك، عندك كام سنه؟ محمد احمد 30 سنه. معلش سجل معايا وبعد. معلش بعد اذنك حضرتك ممكن تبعد؟ بس بتقولي ممكن تبقى ريحتي وحشه. والله ما بقى. والله انت لذيذ، والله شعبس لذيذ. عارف انت كده اللي هو ايه؟ طب تعالى اتكلم انت، تعالى اتكلم انت. لا خلاص سيبك مايك. قولي كلمني عن الصبر. الصبر في حياتك. نشأت ابراهيم عيد يوسف. عرفت اتكلم عن الصبر يا عم. يا عم انت مش هتعرف تجاوب، قول لي انا جاوب. يا عم ما اعرفش اجاوب ازاي. بس الصبر اقول لحضرتك كده. الصبر ده ثواني يا استاذ بسالوه. امشي دلوقتي. هو في ايه؟ مش فاهمه ماله ده. معلش. كل واحد عنده صبر، فلما بيخلص خلاص الموضوع مش هعمل حاجه. هتلاقيني بكلمك بنفس اسلوبك. احس انت عايز تضربني. لا يا عم اضربك ليه؟ ده انت حبيبي. اضربك ليه يا عم؟ انا بيني وبينك حبيبي، انا اعرفك. معلش بقى لحظه بقى، انت كده بتعطلني شغلي ارجوك. معلش هتعيد الاول حاجه. خلاص طيب. كلمني عن الصبر يا حاج. الصبر زي ربنا ما قال، الصبر مفتاح الفرج. لا انا للصبر حدود.
معلش هنعيد تاني. معلش تعالى شيل بقى المايك. معلش الحقيقه ان من ردود افعالهم بان ان درجه صبر كل واحد فيهم مختلفه، لكن الاكيد ان كلهم حاولوا يكون عندهم شويه صبر حتى لو نفد في الاخر، بس الحمد لله علي ما اتضربش. انا مين؟ انا اللي كل جروح. الف سلام عليك يا فاري. هو ده تبعنا الحقيقه، وهو بس بيختبر صبرك. من نتيجه الموضوع ده تقول لي هل انت فعلا شخصيه صبوره ولا لحد معين لا ولا بصبر. ايه لا صبور صبور لي يعني لابعد مدى يعني الحمد لله، يعني مش خلق ضيق قوي يعني. بس لما بصبر لا لحد يعني حد معين كده، لما بوصل للحد المعين ده خلاص يعني بعد كده بقى بعمل حاجات بقى انا نفسي بندم عليها بعد كده. انا واحده عصبيه جدا، ساعات بقدر اسيطر وساعات ما بقدرش عشان الحياه تمشي. ربنا سبحانه وتعالى قال ان بعد العسر يسر، اللي هو قدم العسر قبل اليسر. لو جالك اي مصيبه او حصل لك اي قدر اعرف ان اليسر جاي بعدها، او اعرف ان الفرج جاي بعد الضيق زي ربنا ما جاء. فيها اوقات ببقى صبور جدا واتحمل عشان امشي، وفي اوقات ما ببقاش صبور. اكتر حاجه صبرتي عليها في حياتك كانت ايه؟ صبرت فراق مامتي، ربنا اداني القوه. هنجيبها في فلوس مثلا، يعني الدنيا كلها دلوقتي مكسره، بما مش معايا فلوس مثلا، او مش معايا فلوس ان انا اكشف على نفسي او اجيب علاج او الحاجات ديت، فلا يعني بحاول اصبر نفسي بضحكه، مع ان انا اكتر واحد يائس يعني. والله الابتلاءات، انا كنت اصبت في 2001 ورم في الغدد الانفويه، والحمد لله يعني شفيت منه، خدت علاج وشفيت منه. وجت بنتي في 2011 تعبت برضه نفس التعب، والحمد لله ربنا شفاها وزلده. ضغوط الحياه زي ما احنا عارفين، ضغط في البيت، ضغط تخش البيت الزوجه عايزه منك، في الشغل صاحب العمل عايز يموتك عشان تديله اكتر، في الشارع ما صبرتيش، انا بركب مواصلات سواء مش اجيب حاجات، بركب الاتوبيس عشان رخيص شويه على الميكروباص، بتزق وبتجري ورا الاتوبيس عشان مش عارف ايه، تركبي ضغط جوه الاتوبيس، خناقه، والناس مش طايقه نفسها. ليه ده كله؟ عشان ما عندناش صبر من غلو المعيشه اللي احنا فيها. الحقيقه التقرير لطيف، بس انا وجعني قوي الشاب الصغير دوت اللي قال انا اكتر واحد يأس في الدنيا. حاجه صعبه جدا. هي دي الحاجات اللي في الدول المتقدمة بياخدوا دي مع دي مع دي مع دي مع ده مع ده، ويعملوا دراسات يشوفوا الشباب مالهم. ليه شاب زي ده يطلع يقول أنا أكتر واحد يائس في الدنيا؟ ليه يبقى عنده الإحساس ده؟ ده صغير جدا، ده إيه يعني 25 سنة مثلا، يمكن أقل 24، أنتوا عارفين سنه؟ قالوا يبقى انا قلت 25 كويس برضه، تقدير مش بطال. بيقول انا اكتر واحد يائس في الدنيا. بقول لك الشباب، العيال دي مش نافعه، عايزه تمشي. ما تقولش كده، قول العيال دي عايزه تمشي. ليه؟ في ايه؟ تعالوا قول نقدر نساعد نعمل، انما هتقول عليهم عيال مش هم اللي عيال بصراحه. كلام على المكشوف كده. ليه؟ لأنه دول الحلم، دول الأمل، دول العطاء، دول المستقبل، دول الدنيا. إحنا في الآخرة وتقريبا دخلنا النار، إنما هم دول عيال زي الفل. دول لازم نبص لهم كويس نظرة، وكنت أحسبها سلام وتمر أوام. عايز تاخد كلمتين عن الصبر، خد أحلى ما يعني أحلى كلمات العشق اللي راحت كده في حضن احمد رامي. اراك عصي الدمع شيمتك الصبر، اما للهوى نهي عليك ولا امر، نعم انا مشتاق. يا في الاصل بلى انا مشتاق، وعندي لوعه ولكن مثلي لا يزاع له سر. ده ابو فراس الحمداني اللي عنده قصيده في يعني في في في, في الله يعني. لو عايزين تسمعوها اطلبوها ونقولها لكم. أربع أبيات كده يعني ليتك تحلو. فده اللي كتب ده وكتب ده. ففي بقى أحمد، نشوف حكايته.
اسمي احمد عوض، عندي 32 سنه، بشتغل في شركه سياحه. انا مريض لوكيميا، بس اللوكيميا هي كلمه يعني شامله شويه، لان انواع اللوكيميا كلها يعني 38 نوع مستوى العالم، هم اشهرهم اربع انواع. النوع اللي عندي هو مزمن، بعيش بيه عمري كله، اسمه CML Chronic Myeloid Leukemia. هي جت بالصدفة البحتة جدا، يعني أنا كنت شغال، كانت سياحة شغالة كويس جدا، وكنت يومي كان بيبقى طويل، فبدأت أحس بإجهاد، بدأت أحس بأن أنا بنام يعني قليل، أو ما باجي أنام أنام كتير جدا، بنهج. أول ما دخلنا للدكتور هو بص في التحليل كده كانسر. الفترة ديت لما بدأت ان انا اعرف يعني صحابي او كده، اولا في ناس بعدت وانا ما كنتش فاهم ايه المشكلة، فين المشكلة اصلا. كان كل همي ان انا ما اعرفش امي، لان انا كان عندي اخ اصغر مني توفى وانا وحيد والدتي. دخلت في دوامة انا مش قادر افهم ايه اللي بيحصل بالظبط. كل ده كان مأثر عليا، يعني انا جالي سرطان وشغلي اتضرب، فخلاص بقى انا عايز اموت، يعني انا خلاص بعد كده بقى ميت، يعني مفيش حاجه تانية اوحش. يعني لما الوحش بيجي فبتبقى انت بقى خلاص بقى مش شايف حاجه بعد كده. يعني كان في عندي حد قريبي وكان قريب مني جدا وبحبه قوي، جاله سرطان معايا بالظبط، وهو في نفس الوقت جات له، هو كان مرحله متاخره جدا، فكنت بشوفه اول ما بدا العلاج وحالته بتتدهور الى ان هو مات وانا بدفنه. شفت المراحل دي ان انا هعدي بيها، خصوصا لما بيكون انسان قريب مني. بقيت يعني ابص كده لنفسي وفي المرايه اقول لنفسي طب ما انا كويس، يعني انا في حاجه اقدر ان انا اكمل بيها، فاصبر. فكرت وقلت طيب انا ليه ما اعملش، ما بدرش انا واعمل حاجه ان انا اجمع الناس اللي زيي عندهم CML، عندهم سرطان بشكل عام، واشوف احنا محتاجين ايه، او نحن على الاقل بنقعد نتكلم مع بعض. فبدات اكتشف حاجات كتيره جدا، ان انا ده في عالم تاني. دي بقى يعني دي اللي هو الصبر. فبدا اول حاجه تيجي فيه اللي هي النقطه دي، فقلت لا انا عايز ابتدي اعمل حاجه اطلع فيها طاقتي، كانت اول حاجه خالص. عملت بقى مبادره اسمها باور اوف CML. CML ده هو المرض. ليه باور بقى؟ باور اللي هي جايه من القوه، يعني انا حبيت ان الموضوع يبقى قوه، ان انا بطلع بالقوه ديت، ان انت هتبتدي تعمل حاجه كويسه جدا، هتبتدي تعمل حاجه قويه جدا. لما بدات افكر في الموضوع نفسه ايه اللي ممكن نعمله، اول حاجه ان احنا نورنا الهرم في سنه 2015 باللون الاورنج، وهو ده اليوم بتاع السي ام ال اللي هو اللون البرتقاني. وانا كنت اول صوت مريض او ممثل لمرضى بره مصر في السي ام ال هورايزن، دوت بيتعمل لمرضى السي ام ال بس. كل سنه بيتجمع منه كل ممثلين الجمعيات السي ام ال في العالم كله. الصبر عن الابتلاء هي يعني هو علمني حاجه حلوه جدا، يعني اللي هو كونوا رحماء بانفسكم فجميعنا راحلون. ولازم نبقى فاهمين ان حكمه ربنا هي هتظهر في يوم من الايام، ان ربنا بيقول لي بص دي حكمتي في اللي انت صبرت عليه. بحلم ان كل بني ادم يفهم يعني ايه كلمه صبر وحزن. الحزن مش بيموت والصبر مش بيموت، يعني ايه تصحى الصبح تضحك احسن ما تصحى الصبح تبقى شايل هم لاي حاجه. كده او كده اللي بيحصل هو اللي هيحصل. اذا ما اتاك الدهر يوما نكبه فافرغ لها صبرا ووسع لها صدرا، فإن تصاريف الزمان عجيبة، يوما ترى يسرا ويوما ترى عسرا. أنا مع أحمد، ربنا عمل لك كده وإداك كل الحاجات الرائعة دي عشان والدتك فقدت أخوك، وربنا يحميك ليها. أنت إنسان يعني أنت إنسان جميل، وربنا يعني ما اقدرش اقول مؤكد، انما يعني ربنا يعني رحيم جدا 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 جدا. على فكره النهارده معانا صبري فواز، او الصبر الفواز، فنان انا كنت من زمان حابب ان انا اقابله. انتوا ما مشيتوش ليه؟ Thank you.
برجع وبفكر حضراتكم ان شاء الله بكره في حلقه خاصه اسمها احمد خالد توفيق، وان شاء الله سهره الليل هيكون معانا فنان انا متمني من زمان ان انا اقعد معاه. في فنان تحب تتفرج عليه، وفي فنان تحب تتكلم معاه. فالفنان ده انا احب اتفرج عليه وحابب جدا ان انا اتكلم معاه. وطبعا انا عارف ان كلكم بتحبوه، الفنان صبري فواز، رحله جميله جدا ان شاء الله هيكون معانا النهارده. دلوقتي بقى ايه معانا بقى عم ايه، عم محمود. محمود اسمه محمود حافظ ابراهيم، هو اسمه كده ملوش علاقه بشعرنا الكبير، لكن راجل قاعد. طب ما تشوفوه بقى احسن عشان ما نحرقش التقرير. هو ده بقى عين الصبر عم محمود حافظ، عمك محمود بقى. ازيك عم محمود؟ صباح الفل. الحمد لله الحمد لله. عامل ايه؟ ايه الحلاوه دي؟ الله يكرمك الله يكرمك. ايه اللي انت بترسمه ده؟ ايه ده اللي بترسمه ده؟ ده خط كوفي. انا عارف. ابراهيم بيقرا. يعني مكتوبه مولانا. مولانا. الناصر الملك السلطان. العادل. طب دي انت بتشتغل على ايه بقى؟ يعني انت بتدق على ايه؟ بتحفر على ايه؟ فين اللي بتحفر عليه؟ فين الرسمه الاصليه البنفسجي دي؟ لا امال بتحفر من دماغك؟ الدقه دي بتجيبها من دماغك؟ كله من دماغي زي ما انت شايف الصور دي. ده من يعني انت مش راسم حاجه تحتيه بتمشي عليها؟ برسم الاول كروكي. الاول ارسم كروكي. وبعدين اظبط بالقلم. وبعدين تبتدي ده القلم بالنسبه لك؟ ده ده القلم. ده الحفر ده اسمه، ده بسميه القلم؟ بتحفر كده. بقى لك كام سنه يا عم محمود؟ بقى 64 سنه. في الشغله دي. ومين اللي علمالك؟ والدك؟ لا. امال ايه اللي شغلك الشغله دي؟ انا عايز دلوقتي كان عندي 6 سنين كنت شقي في الحاره. انت باين انك شقي لغايه دلوقتي. طبعا. خدوني ودوني الورشه اللي جنب البيت. مش نافع في التعليم؟ ما دخلتش مدرسه. ما دخلتش، قال لك هدوه في الورشه. انا فقرا يعني. كنتوا فين؟ هنا في الحي ده؟ في الحي هنا. ساكنين هنا؟ ووالدك كان بيشتغل ايه؟ ورشه كانت في كفشات الصحه بتاع باب الشعريه. قال لك نشتغل احسن يا محمود. نشتغل ساعد اهلي. اشتغلت في الورشه فين؟ في الورشه دي؟ لا. هنا. ورشه ثانيه. ورشه خليلي. اول ما اشتغلت ده اشتغلت الاول صبي بقى طبعا مرمطون بقى شويه وادب لازم بليه لازم تبقى بليه في لازم اهو مرمطون امسح الورشه اقصر الشغل اجيب لهم حاجات. قعدت كام سنه كده؟ انا قعدت بتاع 3 4 سنين وبعدين على الترابيزه. وانت عندك 10 سنين قعدت تدق ده؟ علموني واحده واحده. 60 سنه وانت بتدق ده؟ 64 سنه انا عندي 70 سنه ما شاء الله. ازيك ازاي؟ انا بريك انت خدت السبع العم 6 سنين. واشتغلت وانت عندك 10 سنين دقيت بال اسمها ايه؟ قلم نقش. قلم نقش. في كذا قلم؟ في كذا قلم حسب السمك بتاعه. لا يعني كذا قلم بيعمل اشكال. يعني الاستاذ اللي جنبك ده مثلا بيسلم. مع عبده. بتعمل ايه يا عبده؟ صباح الفل يا عبده. انت بقالك كام سنه؟ انت مؤبد برضه في الشغله دي؟ طبعا. طبعا انا بقالي 35 سنه. بص عبده بيدق، عمك محمود بيقف. ما هو عبده. عم محمود الاول بيصمم الرسمه دي. عندك ده اللي عامله. وبعدين وبعد كده انا بقى بطعمها بالفضه. انا بعمل من الداخل الفضه، الشغل الفضه بتاعها. فين الفضه دي؟ فتحه فضه وادي الفضه هنا. دي انا بفتح مجرى للمؤاخذه بعد ما عم محمود بينقش، انا بفتح لها المجرى، بضرب مجرى يمين وبعدين مجرى شمال فوقيها فتتفتح المجرى ومسقط فيها اللي هو الابيض ده ونضيف فضه. حلاوتك هجي لك دلوقتي يا عبد. يا مرحبا. سقط يا مرحبا. قول بقى الحكايه دي تاخد منك. اشتغل كده وانت بتكلمني، وريني بتعمل الحكايه دي ازاي. بتيجي الشغل الساعه كام؟ نعم. بتيجي شغلك الساعه كام؟ باجي الساعه 10 وتمشي؟
العشاء. يعني الساعة 8؟ اه. ما اعرفش اقعد في البيت. وتفضل قاعد من الساعة 10 للساعة 8؟ يا دوبك تصلي تقوم تاكل. كله على الترابيزة. ما تقومش؟ لا. والصينية دي تعملها بقد ايه اللفة دي؟ دي انا دي ودي بقى طبعا مش انت اللي عامل دي؟ اه. دي خلصتها خلاص؟ اه دي الجزء ده خالص. ناقص هنا بقى. هتدق هنا بقى؟ اه ناقص هنا اه. وده بتعمله في قد ايه ده بقى اللفه دي؟ دي خدت مني اسبوعين. دي اسبوعين. وانا قاعد في الاسبوع الثالث اهو شغال اهو. الاسبوع الثالث؟ اه. لسه ما خلصتش. لسه دي هتاخد منك اسبوع كمان؟ يا دوبي هو الاسبوع الجاي تخلص. يعني السنه دي تاخد شهر. شهر. بس مش هتعمل ده؟ ما هو ده معمول برضه. انت برضه عامله. اه. ومين اللي بيصمم بقى يقرر ان الصينيه دي يبقى فيها الرسم ده؟ انت؟ انا. انت لوحدك. بيجيب لي الصينية قديمة بقى يجي 100 سنة. اه انت جايب صينية قديمة. قديمة. يعني بتاعت نجيبها من فلاحين. يعني يجيب لي الصينية يقول لي يا صابون عاوز حاجة حلوة. خلاص. أقول لك حاجة حلوة. اه. أنت بقى تعمل بسبوسة تعمل كنافة تعمل بقى كله حلو. كله حلو. اه. تقعد تفكر في الصينية بالليل لما تروح يا ترى هتعملها إزاي؟ والله العظيم وأنا نايم على السرير بقعد أفكر أعمل فيها إيه. بس دي شغلانه صعبه قوي يا عم محمود. ما صعب عند ما يفهمهاش. يعني اللي قويك عليها وصبرك عليها انك بتحبها. بالظبط كده. ما تزهقش ابدا؟ نعم؟ لا 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 اجهق من ايه؟ انا ما ازهقش لما اقعد. اقعد في البيت ازهق. الورشه دي بتاعت الحاج عادل؟ اه. انت بتشتغل عنده؟ لا. معاه؟ ما بشتغلش عند حد. جدع. اشتغل معاه. أنا بشتغل مع نفسي أنا عندي ورشة. بس زي ما تقول جوي نايم. آه. جوي نايم قوي. دي بيشتريها مصريين؟ وعرب وأجانب. وأجانب آه. بس بتوفي. وفي حركة. لما تأكلش بقى لو عملتها واستنى غيرها. أصل دي شغل هاند ميد زي ما بيقولوا يدوي بتبقى غالية قوي. هي غالية فعلا. يعني الصينية دي تتقدر بعد ما تخلصها كده؟ أولا أنتوا جبتوها مثلا بتقديرها بكام مثلا من الفلاحين؟ نعم؟ يعني بالكيلو بالكيلو كده بالكيلو تبقى مش غاليه. اه 200 جنيه الكيلو. ودي مثلا 10 كيلو مثلا. مثلا مثلا مثلا. طب وبعدين لما نعملها بقى تتباع بسعر كويس؟ طبعا. اه يعني بتتباع يعني غاليه؟ 65 سنه فيها. آه. آه. مش عارف اكل عيش فيها. انا عايز اعرف بقى بتسوي لها كام دي لما تخلص؟ تقريبا يعني 45,000. اه ما فكرتش في يوم من الايام تشتغل شغلانه تانية؟ لا ماشي فكرت في حياتي. عشان دي شغلانه بيجي لها هزات عنيفه حياتي. اه الله. ده شغلي. ايه ده بقى؟ ده شمعدان. شمعدان طبعا لسه ما اتشطبش. يعني يتحط هنا شمعه. اه موجود في المرحله الشمعه الكبيره. ده انت اللي عامله ده؟ ده انا اللي عامله بالطعم فضه. ده فضه دي كلها؟ اه دي فضه خام. وده متباع ولا؟ لا لسه. انت عامله كده؟ اه ده المفروض جوز وده بيتشعل لسه الفضه دي بتتنقش. لسه في شغل. يعني دلوقتي الشغل اللي بيعمله عم محمود ده هيتركن ولا ده ليه زبون؟ لا ده مركون. مركون؟ مركون. لكن انت ما بتقفش. ما اقدرش اقف. شغال. ما اقدرش اقف. طب شيل بقى خلينا نسلم. شكرين يا حاج عادل. احكي لي بقى ذكرياتك مع الشغل دي. قابلتك حاجات لطيفه وقابلتك حاجات صعبه وقابلتك حاجات جميله وقابلتك حاجات وحشه. مش طبيعي هي الدنيا كده. ما انا معاك. انت بقى عايز اعرف. انت عايز اعرف اخبار البني ادم اللي عنده صبر يقعد سنين طويله يعمل كده. انا كانش عندي وقت احب ولا اعمل. انا مش بتكلم على الحب. انت فاكر هنتكلم عن الستات ولا ايه؟ عم محمود عايز يتكلم في حاجات تانية. بقول لك انت قعدت 60 سنه تعمل كده تك 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 وصبرت عليها. ايه اللي حملك غير انك انت بتحب بحبها وبتدخلك دخل كويس؟ طبعا كان. طبعا تكون ما شغاله تدخل لي دخل. انا مربي عيال مربي عيال عيالي ومجوزهم كلهم منها منها. انا بتكلم على ايام الشقاوه. مفيش لا شقاوه ولا نيله. امال عملت ايه؟ ولا حاجه. عامل ايه؟ اتجوزت كم مره؟ لا هي مره مره واحده. مره واحده والله يرحمها. الله يرحمها. 15 سنه ماتت. ما اتجوزتش. لا عيالي. ربنا يخليهم. انا معايا عيال بنات حريم. اجمل حاجه في الدنيا ايه يا عم محمود؟ نعم المحبه.
واوحش حاجة تحب الناس والناس تحبك. واوحش حاجة، اوحش حاجة ان الناس وحشة. في ناس وحشة كتير. بس انت يعني حبيت الدنيا، عجبتك؟ ما عجبتوش. دق دق. انت بتدخلني في حاجات غريبة. هنعمل ايه طيب؟ ها؟ ما تقول بقى. اقول ايه بس؟ اقول ايه؟ عايز تقول. الناس مش حلوة. الناس مش حلوة بصراحة يعني. أبى على أفرج على التلفزيون كده بزعل. ليه؟ في ناس بتشتمنا. يجي عيل شاب صغير يقول لك شعبي كذا، ده كلام. عيل تافه. وأكيد أنت شفته. أنت بتوقعني معاك؟ لا مش أي ولا حاجة، دي حقيقة. قاعد زعلان، انا زعلان بصراحة يعني، عيل تافه يشتم الشعب المصري. تزعل انت. دق دق دق. وانت ساعات تفش غلك في الشغلة دي؟ ها؟ ساعات تبقى مغلوب فتفش غلك في البتاعة دي؟ ما لو فشيت غلي مش عارف اطلع شغل حلو. لا احيانا فش الغل يطلع حاجات حلوه. اقعد مع نفسي كده يعني. الشاعر مثلا لما فش غل يكتب قصيده حلوه، المغني لما يكون متضايق كده من حاجه ويغني لها حاجه معبره عنها يقولها حلو، وانت كده تبقى اتضايقت الوقت من الكلام اللي قلت لك ديب ديب بتطلع حاجه حلوه. هي دي غل فعلا مش كده؟ هي الحركه آه يعني. آه طب ادك اعترفت والله انت الفتح. الحمد لله. طيب قول لي بقى لما بتروح بتعمل ايه في البيت بقى؟ بتروح الساعه 8 تتعشى وتنام؟ لا اتفرج على التلفزيون. برضو من الناس اللي بتشتمنا ديت. ما انا بجيبهم بتضايق نفسك؟ ما انا بجيب الناس دي عشان اكف عليها مؤاخذه. معظم اللفظ يعني. ولا يهمك، واحنا عمرنا الشعب المصري اتاثر بفلان بيشتم ولا فلان بيعمل؟ احنا شعب كويس مش كده ولا ايه؟ والله احنا شعب كويس. مش انت ساكن هنا؟ نعم. مش انت ساكن هنا؟ انا مولود هنا. ما سبتش البيت؟ ولا لا. مشيت؟ لا مشيت؟ راضي من انت السلام. يا سيدي. ومش انا مشايه. مشيت ايه؟ انت مشاية. بتمشي بمشاية؟ اه مشاية. بتروح ازاي مدينة السلام؟ مشاية. وايه اللي وداك مدينة السلام؟ الحكومة. البيت لما عاوز مهزوز وديه. وخدوا البيت؟ وخدوا البيت. خدوه؟ اه. عملوا فيه ايه؟ انا عارف عملوا فيه ايه، ما انا خلاص بقى مشيت. وبتروح مدينة السلام ازاي كل يوم؟ بركب العربية. ما انا اللي بيزعلني بقى اه اللي ممكن سواق يشوفني بشاور له ويسيبني ويجري. هو لسه هيقعد يزق ويمشي بقى شغلانه يعمل لنا فيلم. اه وكده وهنزل ازاي ونطلعه ازاي؟ لسه هنزله. بزعل انا بقى بالحكايه ديت. وراجل كبير عنده 70 سنه محدش يقدر. مدينه السلام دي بتروحها في قد ايه؟ بساعه ونص؟ يا ساعه. ممكن ساعتين لو الطريق واقف. طب انت بيتك هناك حلو مبسوط بيه؟ اه الحمد لله عن شقه كبيره. مبسوطين. واولادي لما اعظم بيتم البنات حظهم وحش في الجواز. قاعدين معايا بعيالهم وانا اللي بصرف عليهم. اه كل بناتك عزهم وحش؟ كام بنت؟ اثنين اتطلقوا وقعدوا معاك بعيالهم؟ ده ربنا مخليهم لك عشان يسعدك. والله ربنا مديني الصحه عشانهم. ومخليهم لك عشان يخدموك ويسعدوك. بالظبط كده. يعني ربنا طلعهم عشان يعيشوا معاك. بالظبط كده. عشان انت راجل طيب. والله العظيم بالظبط كده. حظهم وحش عشان انا حظي وحش. قعدوا لك وعشان تربي احفادك وتتبسط. قول يا عم حافظ. قول حافظ ولا مش حافظ؟ محمود حافظ. اه حافظ ابراهيم. اه كمل. عارف محمود حافظ ابراهيم؟ عمنا شاعر. عمنا. اه ابويا على اسمه حافظ ابراهيم. حافظ. وانت حافظ ولا مش حافظ؟ لا حافظ الصنعه. حافظ الصنعه. اه الحمد لله. ولما نقول عليك ان انت تبقى تعتبر درس في الصبر، تبقى درس في الصبر صحيح على انك انت عاوز صبر. صبر ايوب ده ايه ده؟ صبر جامد. بيبيع حته الشغل ليه؟ ليه اللي قدام مني ليه؟ عم عبد دوت. اه والله الله عم عبد انت بتعمل حاجات حلوه. الله يخليك. وانت برضه ساكن في مدينه سلام؟ لا. امال ساكن فين؟ انا ساكن في ايبيه. اه عندي مسجد جامع ايبيه. الله الله الله. برضه طول عمرك في الصنعه دي؟ بالظبط كده. وتعرف بقى عن محمود من زمان؟ طبعا. استاذك هو؟ طبعا القصه بتاعي. اه دي اسمها ايه دي؟ ده اسمه قلم تسنيد. هو معلم بيشتغل بيه اسمه قلم نقش. وانت برضه بتقعد من الساعه 10 للساعه 8؟ وممكن اقعد اكتر من 10، ممكن اقعد 12، ممكن اقعد وتاكل هنا وتاكل وقاعد على الترابيزه. بالظبط كده.
بالظبط. ما هو بيقول لك المصريين ما بيشتغلوش وكسالة و... الشباب بتاع النهارده اللي مش اللي كسول. لكن احنا كجيل احنا زمان احنا كنا بنقعد نشتغل. احنا النهارده احنا يا ريت النهارده هم مثلا يشوفوا لنا حد احنا نعلمه عشان الصلاة دي ما تنكرتش. ما انت الصلاة بتنكرت. ما فيش ولا واحد من عيالك اتعلمها. ما انا اقول لك على البومش ايه؟ عشان وقف الحال. يجي في يوم كلنا نقف في البيت ما ينفعش. فانا عملت ايه؟ فتحت لهم محلات موبايلات. موبايلات؟ صيانه. هاجي ورشين وخلاص. معلش. المهم انا لما اميل على حد صنعتك ديت ما فيش حد من ربنا يديك طول العمر. لا ما فيش حد خدها منك. وبعدين اعملوا معروف الصنعه دي بتنتهي. الصنعه دي بتنتهي. نفسي اكلم حد مسؤول نتصرف نعمل ايه؟ والله ده كان في مدارس بتعلم ديت دلوقتي ما فيش. المدارس دي مش موجوده لان مش موجود اللي يعلم. فانا نفسي الصنعه دي لمعظم كده تعلى بتنزل هي بتنزل. خلي بالك انا اكبر واحد في السن في الصنعه. اول اكبر واحد. اكبر واحد. وبعدين احنا معدين على الصوابع. انا فيت يعني شابين ثلاثه اللي موجودين يعني على مستوى مصر اللي بيدق الدقه دي اقدم واحد مصر كلها. وبعدين في شابين ثلاثه ما بيعلموش حد. ما بيعلم. مش عارف اعمل ايه. انا زعلان عشان الموضوع ده. انا مش عارف اعمل ايه. مش بيجي حاجه. ربنا يديك الصحه. ساعات زمان كان في كتير قوي. كتير اسطفلان وعدان وتركان وده فوق وده صناعيه محترمه 67 ايه اللي نهت عليهم سنه 67 حرف 67 ليه؟ اقول لك ليه؟ انت هتلبس العرب ازاي بس؟ هقول لك. طب قول. احنا قعدنا سنه ما نشتغلش. ماشي؟ ماشي. اللي باع اتفرقوا بقى. هقول لك اللي باع الاسوس. شيت قدر يبيع الاسوس اللي عمل شويه اكل تحت بيته ويبيعهم للورش الثانيه وكبروا وماتوا ما علموش حد. بس انت فضلت صابر. صبر ايوب انت والله. لازم بحبها شغلتي وبحبها. 64 سنه في قلبها. ربنا يديك الصحه. الحمد لله. لما بتجي لك بقى الصينيه كده هنبدا فين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ما بتقولش يا معين ده مشوار طويل. لا 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 مشوار طويل ايه؟ بتبدا اول دقه امسك القلم بالرصاص. افضل اشخبط. اعمل هنا كذا. اعمل هنا كذا. لا امسح. لا اعمل كذا لغايه اما استقر. اروح ببكرها بقى. تتبكر كده برجل التفكير. انت اللي بتعمله. هات يا ابني البرجة اللي عندك. وهذا قلم الربيضه. ايه ده انت كلها؟ بص بقى الاسطى. شوف الاسطى ده صاحب المحل. شوف الاسطى لما يبقى اسطى قال له هات يا ابني البتاع اللي عندك. قال له حاضر يا اسطى. شوف الاسطى لما يبقى اسطى. وانا مربيه. وده صاحب المحل. انا مربيه. شوف جاب له قال له هات يا ابني البرجة. قال له حاضر يا اسطى. برجع المواد اشتغل بيه وبكر وبعدين اقسط. وبعد ما اقسط قسطتها خلاص اشوف هعمل ايه. اعمل البوابات دي عجبتني ماشي ما عجبتنيش اعمل غيرها لغايه ما تخش لغايه ما استقر على شكل معين. يعني انا كنت بقول الداير ده اعمله زي ده. النهارده بس غيرت ان انا اعمله شكل ثاني. ليه؟ عشان عايز اعملها احلى. طيب بالراحه عليا. حلو. عايز اعملها احلى. لقيت ان انت لو عملت ده شكل تاني هتبقى احلى. احلى. ليه؟ الزبون يشوف دي ويشوف دي ويشوف دي نظره يرتاح. اهم شيء الزبون ينظر ويرتاح في الشكل. مش نظر مش شكل يتعبه. النظر يرتاح. والله القعدة معاك يعني حاجة حلوة أوي. والله أنا عايز أقوم. تحت أمرك يا أنا بعزك من زمان. الله يكرمك. الله يكرمك ربنا يديك الصحة. ماشي على مشاية عشان آكل عيش. في بنت السلام ماشي على مشاية.
ده مش محبة من ربنا ليا عشان أأكل اللي ورايا؟ عشان تكيف برضه. ها؟ عشان تكيف، ده مزاجك. سيبك من حكاية الأكل اللي وراك دي. أنت بتكيف يا كيف الشغل؟ يعني أنت لما بتقعد دق كده بتحس إن أنت في أحسن حالاتك، زي المغني. ببقى سعيد والله. زي المغني لما بيغني. والله ببقى سعيد. وبحب ان ما اعمل حاجه. بدليل ان انت مفكر تعمل كده وبعدين لما جيت النهارده قلت لا مع انها مش هتفرق معاك حاجه في الفلوس بتاعتك. انت هتعمل دي زي ديت مش هتفرق، هي الفلوس بتاعتك هي بالظبط. بس انا عاوز بس انت عايز تعمل حاجه حلوه. بالظبط كده. وقلت لك انا اهم شيء ان الزبون عنده يرتاح في الشكل. وربنا يريحك دايما يا رب. امين يا رب. امين يا رب. اسعدتني والله. انت اسعدتني. واللي ماشيك على العكاز ده شرف وجدعانه. المصريين كلهم جدعان كده. احنا جدعان والله وكويسين قوي، بس مش عارف ليه الناس ملخبطه معانا. الحمد لله. صباح الفل. خد البرده يا اسطى عادي. يعني كان زمان صلاح جاهين يكتب يعمل الحاجه في الرسمه الجميله ويقول بدون تعليق: هذا رجل من مصر 60 سنة تك 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 في شغل، ما فيش شغل، هو بيشتغل عشان هو بيحب مهنته وبيحب شغله. بس يعني مش هقدر اقول اي حاجة غير انه ده عم محمود حافظ ابراهيم، رجل من مصر. النماذج اللي بتطلع لنا كده كلها رجالة جدعان او ستات، يعني كلها ناس حريصة على انها تشتغل وتعمل وتنطلق في الحياة. مفيش حاجة بتوقفه. عجز 70 سنة ورجليه تعباه وبيمشي بمشاية مش بعصاية، بمشاية، ويخرج من المعزة وفي شارع المعز لغاية بره لما يلاقي تاكسي يرضى عليه ويركبه كل يوم وعايز ينزل يشتغل. متشكرين على النموذج يا عم محمود، متشكرين على النموذج اللي بتقدمه للناس بشكل طبيعي وبشكل صادق 100%. ايه بقى حكايه بقى ضيفنا النهارده؟ انا للاسف بعدت عن الوسط الفني كمنغمس في حياتهم لما اشتغلت في التلفزيون وخدت كل الوقت، فبقيت واصحابي النجوم كانوا بقى بيعملوا افلام كل سنه كل سنتين، فبقيتش اروح للاستوديوهات واتابع. لكن في رمضان أنا أحياناً أختار مسلسل أو اتنين أو تلاتة أتفرج عليهم. كل ما أختار مسلسل يبان كده أنه حلو يطلع فيه صبري فواز في مسلسل تحفة، معرفش تبعته كويس ولا، اسمه العهد. في مسلسل السبع عصايا، ده مسلسلات كتير، ده اللي أنا فاكره. رمضان اللي فات كل سنة طبيعي رمضان على الأبواب كان رمضان كريم. المسلسل ده الحقيقة أنا رأيي أنه ما خدش حظه قوي. فكان في مسلسلات تانية كتير كلها حلوة، لكن وكان في أفراح القبة طبعا برضو، لكن رمضان كريم أنا حبيته جدا. المسلسل طبيعي وبسيط، وحياة الناس مسلسل جميل جدا، وهو عبارة عن مشاهد مشاهد مشاهد، لكن في كل موطن جمال في المسلسل تلاقي خميس ده طالع لك. إيه خميس بقى صبري فواز ده؟ ممثل لا يمكن تحس إنه بيمثل، أدوار متباعدة ومتباينة ومختلفة هو راشق فيها. يعني إيه راشق فيها؟ يعني كأنه هو كان الشخصية دي. ففضلت بقى أتابعه باستمرار، وبعدين قابلته في بعض مناسبات، للأسف في معظمها مناسبات عزة، وكنت حابب جدا أتكلم معاه لأن أنا تابعت بعض الحاجات اللي هو كان بيقولها في بعض البرامج بيظهر. هو كمان مخرج مسرحي وليه قصة، يعني عنده دماغ حلوة، عنده دماغ نظيفة، عشان كده هو بيخش أدواره بيقدمها بشكل مختلف وبأداء تمثيلي أبسط ما يكون اللي هو السهل الممتنع. فأنا متشوق أني ألقاه كجمهور مش كصحفي ولا حاجة. أنا نفسي أقعد معاه كجمهور وأعرف من هذا الرجل أبو مروان. وأعتقد اسمها صبا، أظن هي كده، ما تبقاش غير كده حسب ما يعني قريت. فأبو مروان وأبو صباح هيكون معانا بعد الفاصل. صبري فواز أو الصبر الفواز.
هذا الضيف كنت أحب أن ألقاه. التقيت في مرات سريعا كده، ثم التقيت كثيرا على الشاشة، لكن كنت أحب أن ألقاه كده لأنصت إليه، لأنه شخصية لها مذاق خاص. أهلا بك أستاذ. أهلا بك أستاذ محمود. أنت شرفتني. الشرف لي والله. إيه سكسوكا؟ دي لازم نبدأ بيها عشان الناس هيقولك إيه سكسوكا دي. دي راكور في الشغل الجديد، مسلسل رحيم ومسلسل سك على رحيم. رحيم ده مع مين؟ تأليف محمد اسماعيل أمين، وإخراج محمد سلامة، وإنتاج رمون مقار، وبطولة ياسر جلال ونور ومحمد رياض ومجموعة كبيرة. أرجو ما انساش اسم يعني من الزملاء كتير يعني. كويس. والتاني؟ التاني سك على إخواتك. تأليف كان في المسرحية اللي عملنا في الوقت اسمها سك على بناتك. أيوه، هو يعني الحاقم بالاسم يعني. قصة كريم فهمي وسيناريو ثلاث شباب، محمد أبو السعد ومحمد فتحي وإياد عبد المجيد، وإخراج وائل إحسان وإنتاج الصباح. وائل جميل. وبطولة علي ربيع وكريم عفيفي وسلوى خطاب وصلاح عبد الله ومجموعة من الزملاء. أنا بلاحظ حاجة يا أستاذ صبري، ما أعرفش تقول لي إيه، لأن أنت يعني عامل مشترك ما بين التمثيل الحديث الغريب وما بين انك انت اشتغلت مع ناس من الناس اللي هم ليهم طريقه، يعني منهم احمد زكي مثلا، كان حظك انك اشتغلت معاه في فيلم حليم. التمثيل في السنوات الاخيره بقى مختلف. يعني انا بقول وما اعرفش كلامي صح ولا غلط، انه المجموعه اللي بتمثل حاليا هي بتعمل تمثيل جديد اجمل من اللي فات، وما ارجو ان ما حدش يزعل مني، مش اجمل من حيث انه اجمل وبس، لا هو اسهل بكتير رغم ان انا عارف صعوبته. يعني بتمثله ببساطه. في هل يعني الكلام ده في سببين يودوا لده؟ إيه انه بقى؟ انه الكاميرات بقت حساسه جدا، مش محتاجه اي مبالغه. تمام. جدا جدا. تمام. يعني في نقله ضخمه في موضوع الكاميرات ده، وان عينينا اتفتحت على العالم بعد التطور. انا بنشوف التمثيل في الدنيا كلها عامل ازاي، فبقى الليفل بتاعنا مختلف شويه، بنحاول نشوف افق اكبر شويه او ابعد او مختلف عن اللي احنا نعرفه. مش لازم يكون يعني انت موافقني ان التمثيل فيه حاجه انا مستمتع بيها جدا. ده صحيح. تحس انك انت قاعد مع ناس في البيت، مفيش حاجه، حتى الحوار المكتوب هو حوار يعني عادي خالص. يعني الحوار ده يلحق برضه بالجائزة اللي بتكتب، لا الجائزة الجديدة اللي جت للمهنة. فوق من 20 شاب وفتاة بيكتبوا حلو جدا، طلعوا سوا مع بعض كثروة قومية بصراحة في مصر الفترة دي. طب خلينا بقى مصبري نرجع ليه، أنت مخرج مسرحي، احكي لي بقى من الأول كده اللي تقدر تحكيه من بداياتك وأنت بتصبر عشان تنول. وقد فعلت. الحمد لله. وقد فعلت. يعني ابتدت الفكره بالله يسمح له ويكتبها في ميزان حسناته سعد مكاوي. طبعا. كان بيقدم قوافل ثقافيه كده في البلاد، ففي قريه من القرى مجهوله في كفر الشيخ راحوا وحطوا ملايه على حيطه وعرضوا فيلم. وفي طفل عنده 7 سنين اتفرج وعينه لمعت على الشاشه وقال عايز ابقى مع الناس دي. ده سيادتك. انت من كفر الشيخ. طب قول القريه بقى، ما تقولش عليها موجوده في قريتك. الحمرا اسمها الحمرا، القريه حبيبتي يعني. ف يذكر للناس دي علاقتك بدات بالشاشه اللي على الحيط. بالشاشه دي يعني عايز ابقى مع الناس دي، عايز ابقى في العالم ده. خلي بالكوا احنا قلنا الحكايه دي الف الف مره، الشاشه اللي على الحيطه والمكنه اللي بتتعمل كده والعالم والدنيا في مصر كلها تتفرج على السينما ببلاش او بملاليم، هي وده التنوير. صحيح. هو دي عنصر اساسي في مقاومه المتطرفين. بالظبط كده، بالظبط. اهو بقى من الحمراء قريه بعيده في كفر الشيخ مجهوله، شاف ايه ده. وكملت بقى بالمنظومه العظيمه اللي كانت شغاله اسمها الثقافه الجماهيريه. طبعا انه يعني بنزل من قريتنا في محطه العربيه، على يميني الجمعيه الشرعيه وعلى شمالي قصر الثقافه. ما لو ده مش موجود ما انا كان زماني هنا.
مظبوط ببساطه. مظبوط. اروح قصر الثقافه الاقي اساتذه، الاقي محمد عفيفي مطر، والاقي محمد الشهاوي، والاقي في الفن التشكيلي عبد المنعم طاع وعبد محسن وعبد السيد عبد السليم، والاقي في المسرح سمير علام ورشاد جاد ومحمد المصري وسمير القريعي، والاقي في كل مجالات الكتابه والفن وفنون شعبيه وكورال، كل ده كان شغال في قصر الثقافه. يعني انا كان حظي حلو ان اتربيت في وسط ناس عظيمه في المهنه يعني، وده فادني كتير. وبعدين كانوا اساتذه يحتضنوك لو في حاجه طبعًا ياخدوك على طبعا طول. طبعا انا اذكر محمد عفيفي مطر في يوم من الايام بجهل الشاب اللي مش فاهم هجمته انه شعره غامض وبتاع وحاجات كده، ويومها رد عليا بمنتهى الابوه اللي في الدنيا والحنيه، حنيه الاب والمعلم. وبعد شويه انا كتبت له اعتذار على صفحتي ان انا اللي كنت حمار، انت عظيم، انت شاعر عظيم. فهي دي الفكره، انك تلاقي حد يعني بص بقى في مطر ده حاجه جباره، وشاب صغير يقول له كتابتك غامضه وكتابتك كذا، ما قالوش امشي روح اجري العب بعيد، كلمه. صحيح صحيح. والفرصه دي خلتني فتحت عيني على حاجات كتيره جدا جدا يعني في عالم المسرح والمزيكا والفن التشكيلي، عشت بغنى يعني. طلعت منها على قسم مسرح في اسكندريه، ومنها على معهد فنون مسرحيه في القاهره. درست مسرح الاول في اسكندريه؟ اسكندريه قبل ما اجي القاهره. وانت جاي على القاهره عشان خاطر هي دي شغلتك؟ اه بقى جاي اختارها. انا من بدري مختارها، ما اشتغلناش قبل كده بقى خالص، ما عملتش حاجه يعني في مدرسه في جامعه في اي حاجه. لا كتير كتير اشتغلت كمخرج وكده في خرجت في مسارح. مخرج مسرح في مسارح الجامعه والمدارس والشركات والانديه والثقافه الجماهيريه ومسرح المسارح الخاصه ليا، الفرق الخاصه يعني، في كل واروح المحافظه دي واروح المحافظه مش بتمثل دي. لا بخرج مصر. بتخرج مصر. التمثيل ابتدى من عند الوسيه استاذ ميلاد عبد الحافظ الله طبعًا يرحمه. طبعا كانت سمعته واصله له كمخرج مسرح. فقال زميل لنا اسمه هاني كمال ما خليه يجي يسلم علينا وبتاع، سمعته وصلت من عند حد ما بيعجبوش حد اللي هو الاستاذ عبد الرحمن عرنوس. فلما عرنوس يمدح يبقى اكيد في حاجه يعني، موضوع لفت نظر عم اسماعيل انه عرنوس بيمدح. فما رحت قعدت معاه ودردش معايا كده بمنتهى الجمال والحنو بتاعه وخلاص، ومشيت يعني على انه انا مخرج مسرح يعني. صدفه ان كان في زملاء بيعملوا مسلسل وهيسافروا الاردن، ففي سفريات فيها قرش كويس، ففي ثلاثه اعتذروا عن الشغل، فجاب ثلاثه تانيين بدلهم اللي هو انا والله يرحمه ابراهيم الابيض واحمد يوسف، نعمل مكان الزملاء اللي سافروا. وكانت بدايه علاقتي بالتمثيل على الشاشه من مسلسل الوسي مع اسماعيل عبد الحافظ، وانطلقت الحكايه الحمد لله. انا لاحظت وانا بقرا معلومات عن حضرتك ان انت بدات تعمل، حتى في عملت بليغ مرتين ولسه عايز تعمل الثالثه. لو فيلم سينما يا ريت. ده فيلم سينما عن بليغ يا ريت، يبقى حاجة عظيمة جدا، لأنه بليغ يستحق. بليغ عالم غوط مصر بالظبط، بكل ما فيها من جمال وغنى وتنوع وسحر وإبداع ومفاجآت، بليغ كده. فيطلع منه دراما حلوة قوي سينما إن شاء الله يا رب. اتعملت الواحد دايما ممثل لما يكون يعني بيبدا يعمل شخصيه يقول معش هعملها تاني بقى عشان خاطر ما انا بعمل كده، انا بعمل شخصيه مرتين. فانت عملتها مع عشان تشتغل مع احمد زكي ده؟ صحيح طبعا طبعا. يعني كان الفيلم بتاع حليم ده كان اخر نفس تمثيل هناخده من احمد زكي، صحيح. فكنت حابب ابقى موجود في اللحظه يعني الحقيقه. عشان كده كررت المساله اللي بعملهاش ابدا في حياتي، ان اكرر حاجه. انا ملاحظ ان انت يعني ممثل طبعا على درجه عاليه جدا من الكفاءه والجمال والبساطه والاداء بس واضح ان انت عندك يعني دماغك فيها يعني عايز اقول ايه، مش معلومات، انما دماغك محشيه حاجات بصفتك مخرج مسرح. وحظي حظي الحقيقه. حظي انا وقعت في ايد ناس علموني ناس حلوه كتير وفي مجالات مختلفه. يعني كان انت استخدمت هذه الادوات الثقافيه في تقديم شخصياتك. ده صحيح، فادني كتير طبعا. طبعا يعني شايفك بتتكلم كتير عن شاعرنا الكبير فؤاد حداد، ودي مش اي حد للاسف ياخد باله، مش من فؤاد حداد،
من تفاصيل فؤاد حداد، لان فؤاد حداد ده من بحر، من صحرة الشعر. يعني صحيح. من صحرة الشعر. فانت بتحب فؤاد حداد، ايه اللي حببك فؤاد حداد، وامتى بدات علاقتك بفؤاد حداد؟ بدات علاقتي بفؤاد حداد من انا من بدري بحب الشعر وبقرا شعر، بس العالم بتاع فؤاد حداد ده دخلته وانا في الجامعه، اما كان في يعني امسيه عن فؤاد حداد وشعر له ورحت حضرت. هو كان موجود؟ لا كان عن اشعاره يعني، ورحت حضرت وخطفني الكلام فابتديت. بس كان عايش؟ اه كان عايش. لا ما كانش، كان مات الله يرحمه. فالعالم ده ايه ده، مين ده يعني، ازاي انا ما اعرفش، فابتديت اغرق فيه بشكل يعني مش طبيعي. هو 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 الحقيقة. هو يخطف. يعني هو يسحب كده. اه بيخطف. يعني طبعا زي دوامه في البحر كده، ورحت فيها ما رجعتش، ما رجعتش، ولسه في سكره الاستمتاع. كل شويه بتلاقي كل يوم، كل يوم وكل لحظه كلامه بيبقى صاحبك، كلامه معاك صاحبك. صحيح. في الطريق في اي لحظه، اصل هو بيعبر بشكل عن مشاعر الناس في كل المواقف طول الوقت، وهو حتى قايل 2000 سنه ويفضل كلامي جميل ببساطه. يعني شعره على فكره بسيط جدا، لكنه من حيث العمق فهو يعني خد زي ما انت عايز ولا المحيط. ده بيقول لمصر بحبك كاني طليق العنان، وزي العجوز اللي دق البيبان، وزي الكتاب اللي كان يا مكان، وزي الرصيف اللي في السيده. يا شوف. يعني يعني كلماته جميلة جدا. يعني ايه هي يا استاذ صبري ادوات الممثل اللي تصنع منه ممثل مختلف؟ في موهبة مفيش كلام، دي مفيش عليها خلاف، لازم يكون في موهبة عشان يقدر يقنعني بان هو بيعمل حاجة. لكن ايه الادوات التانية اللي ممكن تساعد الممثل على انه يتقدم، بحيث انه عينيه وهو بيقدم الشخصية كده بتتكلم؟ وانت فيك ده على فكرة، يعني انا بلاحظ دوت فيك. يعني هناخد اخر حاجه شفناها اللي هي الخميس، مش ممكن المقر والدهاء والايه، مش عايز اقول حاجه تانية. يعني هو اي حاجه تقال فيه صح، كل حاجه تقال في خميس، لكن قدمه هو بمنتهى منتهى الاستعباط، يعني عمله كده. يعني فايه الادوات اللي بيستخدمها الممثل عشان يقدر يغوص في هذا العالم الصعب؟ هو الاول حاجه زي ما علمها لنا الاستاذنا العظيم الله يرحمه ويكتب كل حاجه حلوه في ميزان حسناته، الاستاذ نبيل الالفي. طبعا العظيم استاذ نبيل الالفي، اول قاعده علمها لنا ارح مستمعك. يعني ما يبقاش بتمثل واللي بيسمع يقول لك بيقول ايه. دي مساله مبدئيه كان بعد كلمه تطلع مظبوط، كان بعد يزن علينا كتير فيها، والزعيق في الزعيق والهدوء في الهدوء. أرح مستمعك، وبعدين فكرة إنك تبقى جيد الأدوات، جيد الأدوات من حيث الصوت والجسم والانفعال. المعرفة بتفيد بعد كده في توجيه الانفعال، توجيهه بحجمه وتوجيهه في مكانه. يعني دي مسألة مهمة، يعني إن ساعات الواحد يبقى عنده فيض مشاعر فيطلع بشكل يبقى أوفر يفسد اللحظة اللي بيمثلها. ال زي ايه بالفيمتو كده، هي حاجه حساسه جدا يعني اكتر من ميزان الذهب بشويه، انك بتقدر اللحظه امتى وتكتمها امتى وترميها امتى كده. يعني دي هتيجي بالضربه يعني مع مره اتنين تلاته اربعه. والحقيقه انا فرق معايا جدا ان الكام سنه اللي قعدت فيهم بخرج مسرح، لاني اخرجت مثلا حاجه وعشرين مسرحيه بكام شخصيه، كل شخصيه كنت بقعد اشربها للي انا اشتغلت طول الوقت مع هواه، مع هواه، فبقعد اشربها للي بيمثل معايا ده وده 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 في الشخصيه دي والشخصيه دي، والمسرحيه دي فيها كام شخصيه والثانيه فيها كام شخصيه. فكاني كنت بجري على الرمله، وبعدين دلوقتي قدام الكاميرا بجري على تراك، فبقيت المساله يعني انا ما عنديش عنت غير في اني الاقي الكاركتر. ان ما بعد الشويه اللي بتعب فيهم من قرايه النص لبدايه التصوير، اللحظة الشوية دول هم لحد ما الاقي الشخص اللي انا همثله، الاقيه اشوفه، اشوفه بيمشي، اشوف خطوته. دي اللحظة اللي انا فيها ببقى فعلا محتار بالبلدي كده كان زي اللي عليه بيضة. لحد ما خلاص وصلت للشخص ما بلاقيش عنت وانا بشتغل الحمد لله. يعني خلاص هو هو اللي بيشتغل، هو اللي بيسوقني بقى.
حتى لو بتعمل شخصيتين في وقت واحد بشويه مجهود بس بتقدر. هو بقى لود عصبي شويه زي ما حصل كده في الحصان الاسود, بيبقى في لود شويه في انك بتقلع من شخص, بتخرج من دي تخش دي, خصوصا لو في نفس المشهد بقلع واروح وبعدين الشخصيه ارجع تاني من النص, بتبدا من الاخر وبتبدا من الاول, وقصه بتاعت التمثيل الصعبه دي كانت بتبقى شويه فيها شويه صعوبه يعني. وانت مخرج مسرح كان في ذهنك انك هتبقى ممثل؟ انا كنت بمثل طول الوقت يعني. لا بس يعني كنت في ذهنك انك هتسيب ده وتتفرغ للتمثيل؟ لا مش في ذهنك. لا الحقيقه انا كنت كان ولاء للاخراج اكتر, وعملت للاخراج اكتر ما عملت للتمثيل يعني. عملت مجهود في ان في سكه الاخراج اكتر من المجهود اللي عملته في التمثيل. بس واضح ان التمثيل بقى هو طريقك. وانا استجبت له. انا استجبت. مفيش اخراج مسرح بقى خلاص؟ لا بعمل بس كل فتره, لان هي برضو ما بت بتزن 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 وهي كده يعني. الشغلانه دي صعبه بتزن عليك قوي قوي. تعمل مسرح مسرح بس بقى تحب التمثيل اكتر جدا. بتحب ايه في التمثيل بقى يا استاذ صبري؟ اني ببقى كل حاجه, ببقى كل حد يعني. روحي تقدر تبقى شريره جدا, تقدر طيبه جدا, ومظلومه جدا, ومفتريه جدا, انك تعيش اللحظات دي كبني ادم, كأن بتحس انك انت 50 بني ادم, 100 بني ادم. فدي لوحدها متعه تانية خالص غير صحيح. يعني بتعيش الحياه اكتر من 100 مره, ودي متعه لا تضاهيها متعه صراحه. كان نور الشريف الله يرحمه يقول لي انا بحب مشاهد العنف, ونور الشريف كان طيب جدا جدا الله يرحمه. فقول له, يقول لي يا صديقي دي بقى ما فيش فيها غل. ويرجع حياتي بقى كده في الدم والبتاع, واتبسط قوي بالمشاهد دي. حلو عشان انا في حياتي الطبيعيه, هو في حياته الطبيعيه في منتهى الرقه. نور هي كده يا لانك بتطلع اللي جواك. عشان كده اي ممثل بيعطل بيبقى فيه مشكله كبيره, مشكله كبيره, لانه في طاقات مش طاقه يعني. المهندس لو فشل مهندس فاشل, والطبيب لو فشل طبيب فاشل. الممثل لو فشل يبقى فيه مشكله, مصيبه, بيبقى في هو نفسه, هو نفسه مشكله. ربنا ينجح الناس يعني, واقف معاهم يعني. اشرح لي. علشان بتبقى, لان انت الاداه, وانت الشخص, انت الصانع يعني, انت الصنايعي يعني, وانت الاداه. فالاداه لو ما اشتغلتش كتير بتتيبس, النفس بتتيبس, بتحصل لها حاجه كده, بتقف. هل الشخصيات بتضرب في بعضها؟ لا انا اللي ما يشتغلش. ما انا بتكلم على اللي ما يشتغلش. لا بيبقى في طاقات انت عايز تطلع, ما بتطلعش. فعيني بيبقى هو جواه مشاكل كبني ادم يعني. ربنا يخف عن الناس يعني ويكرمهم, بس هي بتبقى لحظه صعبه الصراحه. يعني لحظه صعبه انه يشتغل. طلعش لك فتره في حياتك ان انت عطلت فتره كده وانت في البدايه كده؟ كتير. عطلت كتير. عملت ايه بقى؟ كنت بعمل ايه بقى؟ كنت بشتغل بطريقة انا قلتها قبل كده وحابب اقولها تاني. اتفضل. كنت بقول للزملاء اللي بيرفضوا المشهد ومشهدين, اقول لهم تيجوا نعمل شو ريل ننتجه ونقدمه نوزعه على شركات الانتاج عشان نشتغل, ويقول لي اقول لهم طب هجيب لكم حد ينتج هو الشو ريل, وهو اللي يوزعه مش على الشركات, على الفضائيات, ويذيعه في التلفزيون كمان وتاخدوا فلوس. تقصد ايه بشوله؟ مش فاهم. يعني سهره كده, سي دي عليه مشاهد ديك عشان الناس تعرفك يعني. فقلت لهم طب اجيب لكم اللي انت كل ده ويوزعه في الفضائيات ويديكوا فلوس. مين؟ المشهد والمشاهدين بتوع الفيلم فلان او مسلسل اعلان. جدع. اشتغل. عشان كده انت طالع في ابو عمر المصري يضيف شرف. انا في اي حاجه ممكن اعمل اي حاجه طالما مزاجي جابني لها. يعني التقدم الملحوظ لخطواتك كممثل بتقول ان انت المفروض بقى لا بقى تبقى تاخد دور بقى ودور بقى ودور بقى ودور بقى, يعني مساحات اقصد, يعني عشان تتقدم اكتر. بس السؤال خلص. انا عندي مساحات, عندي طول الوقت الحمد لله مساحات كويسه جدا, بقى لي سنين مساحاتي واسعه كويس الحمد لله. ان يجي دور مثلا بقى شخصيه كده, ده ممكن يقول لك الممثل لا مش هعمل كده بس نفتكره بقى. لا 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 لا, لا مش كده. انا الحمد لله في يعني زي اتفاق بيني وبين الجمهور دلوقتي ان انا بلعب وهم بيحبوا يلعبوا معايا, وفي بيننا ديل كده طب هيعمل المره الجايه طب ايه بقى. فدي عجباني اللعبه دي, وانا مبسوط ان الناس مع بعضينا في اللعبه دي. وكل مره بحاول اعمل حاجه غير اللي عملتها قبل كده, فبيبان حاجه لعبه جديده يعني. والتنوع ده يعني اكتر حاجه كنت مركز فيها, لدرجه انه احيانا كان يجيني شغل
انا محتاج له كفلوس ومحتاج له كشهره وارفضه لانه حاجه عملتها ومش عايز اتنمط. مش عايز ابقى بنمط واحد. لكن تقبل تقبل مثلا حاجه بسيطه دور صغير ينفع عادي بس جدا. بس دور حلو عملتها في اكتر من حاجه وحاجات كتير جدا. لاحظت انا لاحظت عملتها في حاجات تبقى كده وتعجبني واعملها مش مشكله ايه يعني بس عجباني ان انا امثل ده. بس ده يعني الله اكبر يعني استقرار نفسي. يعني ده استقرار نفسي ان انت مش بتفكر ان لازم الحاجات تكبر عشان تبقى كذا وعشان تبقى كذا. والمدام بتقول لك ايه والولاد بيقول لك ايه مروان وصبا المدام مش عايزينك بقى تبقى بتعمل فيلم لوحدك المدام دي مسلسل. ست ربنا هداني بيها يعني بصراحه لان هي نعمه من ربنا ان يبقى عندك حد ظهرك وسند ولما ترفض تبقى عارف انت بترفض ليه وتحترم ده جدا وتبقى راجع رافض شغلي وتعاملك معامله اللي جاي ماضي بطوله يعني لان ده انت عايز كده هي عارفه واثقه فيك انك اوكي يعني كانت دايما تقول لي انت يعني ما تقلقش اعتبرهم بيفرشوا السكه قدامك لحد ما يجي اوانك كانت دايما تقول الكلمه دي. طب هي يعني المدام بقى كل سنه وانت طيب الاول كان عيد جوازك اول امبارح يوم 4/4 وهو كتب قالوا لي دلوقتي بعيد جواز ال 21 انا قلت الله اكبر يعني الثانويه الحريه وده على فكره 4/4 ده عيد ميلاد برضو علي الحجار نجمنا العزيز كل سنه وانت طيب يا علي كل سنه طيب يا علي طيب يا حبيبي فاحتفلت بعيد الجواز وهي يا مساله الادوار الكبيره البطوله خلينا نقول الكلمه دي ادق لا تعني احد في البيت ما تفرقش خالص وانا بشتغل ومبسوط والحمد لله علاقتي بالناس طيبه وعلاقتي في المهنه كويسه وما عنديش احلام ماديه ضخمه انا عايش مبسوط وبربي عيالي وبعلمهم كويس وخلاص يعني بس انت نقدر نقول العشر سنين الاخيره مختلفه عن العشر سنين اللي قبلهم اكيد عملت في شخصيتك يا استاذ صبري واذا كان فاصل نعمل لا لسه بدل الفاصل لا هي ما عملتش في شخصيتي حاجه انا زي ما انا زي ما انا ده حتى القهوه اللي بقعد عليها القهوه اللي بقعد عليها هي من 30 سنه ما اتغيرتش ونفس الناس مش يعني الانسان اما تبقى قيمته فيه مش براه يتغير الدنيا وتقلب تضرب تقلب مش هيتغير هو قيمتك فيك الظرف هيروح ويجي تفضل قيمتك فيك فما تفرقش الحاجات دي يعني للفترات اللي كانت ما فيش فيها شغل خالص مررتني ولا احبطتني ولا خلتني اتعقدت ولا اللحظات اللي كنت الحمد لله ربنا كرمني فيها خلتني دماغي تضرب ولا حاجه يعني طول الوقت الحياه تمام ما فيش مشاكل يعني بس الدنيا كلها ما تستاهلش اصلا حد يعني صحيح يعني احنا والله ما احنا ولا حاجه يعني في الملكوت ده احنا يعني صحيح بس يعني ايه الواحد على قدر حلمك تتسع الارض تمام ما هو ولا يعني زال الحلم موجود ولا زال بطرده وبيرد عليا ساعات ويغازلني ساعات طب خلينا نوصل لسؤال تاني هو سؤال تقليدي جدا بس انا اعتقد ان اجابته هنا مناسبه اللي انت بتقوله مين الممثلين اللي هم بالنسبه لك العظام العظماء كتير يعني ما انا عايز اعرف منهم بقى شويه عشان اعرف انت مين بالظبط ايه حكايتك معايا الباتشينو الباتشينو شامبين محمود المليجي يا سلام نجيب الريحاني احمد زكي وعندنا الايام دي في من جيلي في ماجد كدواني وسيد رجب طب بس خلي بالك لاحظ ان انت الممثلين اللي قلتهم معظمهم نجوم كبار يعني يعني هم دول الناس يعني اللي بقعد مع عندهم عن تمثيلهم واسرح بحب الناس دي انا بحب وبتابع بشكل دقيق حتى المنطقه العربيه انا عارف ممثلينها كويسين في البلاد العربيه جنبنا عارفهم طبعا طبعا وبحترم ناس ممثلين زي محمد مفتاح في تونس وزي طبعا ده ممثل يعني حاجه مفتاح ده محمد مفتاح ده ممثل شيء مش معقول اظن هو جيش مصر اشتغل حاجات بسيطه للاسف ثم مصر يعني نرجو رائع نرجو ده في يعني انا في قدري مفتاح ده زي مليجي وزي زكي رستم وزي الناس دول ممثل يعني كبير ممثل كبير شفت له اعمال سوريه انتاج سوري مشترك مش عارف ايه الحقيقه حاجه مش معقول وبسام كوسه في سوريا طبعا طبعا يعني بسام برضه ممثل في كبير في ناس كده يعني عندهم حاجه مختلفه يعني عندهم نور
خاص كده لوحدهم يعني. بيبقى ايه؟ منحة زيادة من عند ربنا مثلا. صرفية. حاجة صرفية. زيادة. بس هم طول الوقت يعني عينيهم بتروح في القلب مباشرة يعني، واللي عايزين يقولوه يوصلني. تفتكر الاختيار يعني اختيار الشخصية اللي هي يقدر فيها يقول حاجة ده صحيح؟ تفتكر ده صحيح؟ انا شايف مثلا البتشينو ده حاجة ايه ده؟ يعني انا طبعا مش عايز اخد المصريين عشان ما اقولش واحد وننسى واحد، انا البتشينو ده بتفرج عليه ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده بيعمل ايه ده؟ يعني حاجة رهيبة. معجز. حاجة رهيبة. متهيألي اختيار الشخصية زي ما حضرتك قلت من شوية، انك تختار الشخصية اللي انت حبيتها حتى لو شخصية شريرة يعني، مش بتكلم تبقى شخصية خيرة يعني، حبيتها وتقعد تدور عليها وبعدين تلاقيها تنزل بقى خلاص، تبقى انت خميس. مش حد تاني. ما هو انا بعيش في الاستوديو كده. بعيش في مرتوب الاداء بتاع الشخص ده، وعلق واطلب الشاي وانك انكش زميلي وبتاع، بنفس الكاركتر بتاع الشخصية. ببقى عايش كده طول الوقت في البلاتو. العشر سنين الأخيرة أرضيتك نفسيا، مش الأخيرة يعني اللي فاتت يعني، إن شاء الله نشوف لك عشرات سنين كتير إن شاء الله اللي فاتت دي، حققت لك أنت كممثل إيه؟ بس اسمح لي نعمل فصل وتفكر وتاخد راحتك وتشرب الشاي تشرب العصير. عودة مع الفنان العزيز صبري فواز. او ايه حكايه صبري الفواز دي؟ انت اللي عملتها ولا انت اللي بتكتبها على الفيسبوك؟ ده الاكونت كان حصل عليه. كان حصل هاكينج على الاكونت عندي. فجيت اغير الاسم اعمله بنفس الاسم ما قبلش. فاللي اقترح الاسم ده مراتي، صبري فواز. بس هو الحقيقه وقال لي كلام على مراته مش هينفع اقوله دلوقتي، بس قال لي كلام جميل جدا على المدام في الفصل، ما اقدرش اقوله، واذا كان عايز يقوله قوله، بس انا ده انا هفضل اقول على طول ان هي يعني ست سند وست يعني. قال ان هو طائش، لكن هذه السيده هي اللي لمتني. صحيح لمته. صحيح. ده اعتراف جميل جدا. صحيح. صحيح. كنت بتعمل ايه يا صبري؟ مجنون انا الحقيقه طول الوقت يعني، يعني ما فيش عندي انتظام في حاجه. يعني طول الوقت عايزه يعني، بكره فكره الانتظام في خط دي بتموتني يعني. بطيقش، احس اني مسجون يعني. ممكن ده سبب ان فكره التنوع دي جزء من الروح دي. بتفك في التمثيل. يعني او بتبقى في التمثيل، مش بتفك، بتتصلح في التمثيل. بالظبط. بتظبط. يعني لما بتمثل بتتظبط. الحياه لطيفه كده. بره التمثيل ببقى مش عشان كده. كان سؤالنا قبل الفاصل، العشر سنين دول عملوا ايه في شخصيتك؟ يعني انت طبعا من الاول وانت ممثل متميز وكل حاجه، لكن الادوار كترت، فمعرفه الناس بيك بقت اكتر، ثقه الناس فيك بقت اكتر. انت كمان قدمت شخصيات اكيد كان نفسك تقدم، زي ما انت قلت من شويه ان الممثل يحب اي صحيح يعني يطلع. انا حسيت ان هم يعني فتره طبطبه بعد صبر طويل. بعد طول صبر يعني، مجروح وضامم جناحه على الجراح اللي فيه. فالحمد لله يعني ربك برضو. بس الفكرة ايه بقى؟ الفكرة انك يعني ما توقفش. كل الفترة كنت ممثل فيها دي انا كنت بروح اعمل ورش تمثيل واخرج مسرح واحضر عروض مسرح واحضر. مستني يا صبري. مستني. كنت متأكد. متأكد الحقيقة. يعني ما كانش عندي شك في يوم من الايام. اروح معرض فني تشكيلي، واروح احضر مناقشه روايه، اروح يعني كده. كنت طول الوقت مش قاعد في حته يعني، ما بعرفش فكره القعاد دي. وبتعامل باستمتاع يعني، ما روحتش اشتغلت عشان خاطر لازم اشتغل عشان الظروف. ما خالص خالص. استنيت اللي بيستنى انا اعمله، اللي يجي نعمله بمزاج واستمتع بيه، وما اتكلمتش على حاجه ابدا خالص. كنت واثق انه هيحصل يوم من الايام. هيجي اما انه كتير جدا البنى التقليدي بتاع اي عمل، واحد حلو واحده حلوه وواحد بيضحك.
خلاص كده بقى انتهى خلاص. تعظيم سلام حتى في ظل ده هيحضروا الثلاثة وهيحتاجوا خي عمود يشيل الخيمة. يعني هتحصل يعني هيجوا هيجوا روح فين يعني. صحيح كان أشرف بيقول لي كان جميل. كان أشرف طالع في وسط مجموعة ده بعمل أفلام ونجوم وبتاع. وبعدين يا أشرف قال لي يعني التمثيل هيخلص؟ التمثيل مش هيخلص. مستمتع. وفعلا مشي ما شاء الله سكته زي الفل أشرف. هي الفكرة إنك طول الوقت تبقى مستمتع. مستمتع لأن هو في النهاية بتمثيل بشغلانة تانية. طب إزاي الواحد يبقى مقرر إنه يستمتع وهذا الاستمتاع ممكن يعرقل حياته الشخصية شوية؟ يعني في ايه؟ في 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 التقدم في التطور الناس كلها بتبقى نفسها تتغير وتوضب وتعمل وبتاع يعني. وده حصل ده حصل يعني لي برضو حصل لي برضو انه بنفس الطريقه بس انه بيبقى في صراع. اوكي موجود عايز موجود انا ما قلتش كذا وعايز بيتك يبقى كذا. صحيح. وفي نفس الوقت انت عايز تمثل كذا يعني ده كله كان موجود بس هي الفكره هي رغبه بتعمل باور لكن ما بتعطلنيش يعني رغبه تخليني بعافر وعايز اعمل لكن عمرها ما عطلتني ابدا. وكنت اروح اعمل المشهدين بمودي اللي رايح اعمل بطوله بقى. ممثل يعني انا رايي ان انت ممثل عتويل يعني ممثل تروح تعمل يوم او يومين وتمشي واعمله باداء اللي بيعمل بطوله نفس المود ونفس بتستدعي ايه بقى في ايه يعني بتستدعي انك انت تخش الاستوديو وتخرج بعد يومين وما تبقاش زعلان يعني منين تجيب حاله الرضا دي او حاله الصفاء عشان التجربة عملت معايا كده. أنا في عمل من الأعمال عم إسماعيل الحافظ كان اسمه البر الغربي. طبعاً طبعاً كان شخصية واحد حلقة واحد حلقة اتنين بس بس فكنت أنا عامل معاه قبل كده أدوار كتيرة وكبيرة فاستغربت إنه بعت لي حلقتين فروحت قعدت جنبه كده ده لسه على ما الناس تقدر تتفرج تكون أنت مشيت مش كده فقلت له يا أستاذ إن حق هو الدور حلقتين بس مش هطلع في حاله 28 تاني ولا حاجه وانا متضايق كده ومن غير ما يبص لي قال لي اه وعشان شخصيه عزيزه قوي عايز لما يموت الناس تتضايق فلازم حد يا سلام معلم تروح حاضر عبد الحافظ فجيت عملت يعمل شخصيه يومين عشان الشخصيه هتموت بس تفضل المسلسل كله فاكرين الشخصيه فعملت الشخصيه دي لو عايز الجرح يفرق طبعا عملت صدى الحمد لله بس كان اكبرهم بالنسبه لي اما روحت البلاتو بعد ما اتزعوا الحلقتين رحت البلاتو ازورهم كنت انا خلصت شغلي من باب البلاتو لحد المونيتور عديته في تلت ساعه من التحيه السلامات والتحيه وكان اكبرهم بقى اللي عملت ايديها كده حبيبي 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 وقامت حضناني حضن كبير وقامت قالت له اسماعيل الواد ده قريبي قريبي دي سناء ولا ايه؟ ستنا سناء حبيبتي من طريقه الاداء بتاعته عرفت انها سناء جميل يا سلام اهو ما هو كانوا حلقتين بس شوف صداهم كان عامل ازاي لا وشهاده من سناء جميل سناء جميل يا نور النبي لا ما وبعدين سناء جميل كان ما عندهاش تفاهم بالظبط يعني كده في العين على طول مش عاجبها ما تكلموش اساسا فهو ثبت انه من 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 حلقتين ممكن تبقى لك تاثير خلاص بقى يعني يبقى اعملها بمزاج تفرقش بقى خلاص هو ده الصفاء هو ده الانسجام انت بتغني بالظبط بس قال لك ايه عم فؤاد حداد برضو هاته قال لك الشمس صنعتها تشمس والقلب صنعته يتحمس بغني زي ما بتنفس واه كان ما قلتش الله 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 ما كانش كان ما قالش صبري فواز بيكتب شعر وعمل ديوان شعر اسمه حنين للضي حنين للضي والديوان ده نزل السوق والطبعة الثانيه نزلت وخلصت ايه بقى ايه بقى انا كان عندي كتابات شعر كتيره وموجوده خلاص يعني دي من امتى بقى من زمان صغير. من زمان خالص من بدايتي يعني وانت في عيلتك حد ليه علاقه ما فيش اي علاقه خالص لا ف يعني حصل انه ناس كتير عرفوه من اللي حواليا يعني عرفوا الموضوع ده بس الله يبارك له بقى مؤمن المحمدي هو اللي قاعد يزن عليا انزلهم في الديوان قلت له يا عم مؤمن انا راجل مشخصاتي انا حكيت الحكايه دي هو اصر وقعد يلح عليا كتير لحد ما استجبت وقمت لمم احسن حاجات ممكن تتعمل في ديوان يعني وديتهم لمحمد هاشم في ميريت طبعا محمد هاشم نشر جميل ونزل والناس قابلوه حلو فانبسطت زياده يعني خير حلو جدا طب وسمعنا حاجه كده اقول لك حاجه مش من الديوان مثلا
حاجة تانية برا الدول. زعلان شوية على اللي راح مني، مبسوط شوية باللي في إيدي، غضبان شوية من اللي ظلمني، عطشان شوية بس مش مية، ونعيش شوية شوية بنعافر على توت حنية في زمن كافر، يذكرنا ننسى إن الهوى سافر، ما فضلش غير حبة ملاغية. الله الله، ده بيكتب حلو. الله الله. أيوه. دي كتبتها امتى بقى؟ دي من كام شهر كده. طب هات لي حاجة قديمة بقى. قديمة بحر ساعات. بحر ساعات؟ بيزرجن يعني. وكأن الكون مش هيسعني ولا يستاهل، وانفخ في ناري وتلسعني، وبقول قابل وكأن الجن، وبقول كلام من قلبي بجد ولا حد عايز يسمعني، من كتر ما انا صوته بيصرخ ما وصلش لحد، اكره قوي الصوت العادي وبعلي عليه، واحزن على اللي بيجرالي وما قلتش ليه، وكل منوي اقول راحل بهمد وبكن، وابعد وقبل ما نتقابل الاقيني بحن لطعم حنيه ايدك وملامحي ساعه مواعيدك، وجمالك اللي ماهوش صدفه وكانه معمول على ايدك. يا سلام. الله الله. الله الله. وبسمتك دافيه وصافيه وضحكتك بترن ترن، لقيتني بحن. الله 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 الله. مش عارف بقى هو كتبها في مين الحقيقه، مش عايزين نعمل مشاكل عائليه، بس هي حلوه جدا جدا. انا هخليه بقى يقول لنا قصيده في اخر الحلقه لانه حاجه حلوه جدا جدا جدا. استاذ صبري، زي ما انت كنت واثق ومتاكد، والحمد لله كانت ثقتك في محلها وتاكيدك كان في محله، بتبص ازاي يعني الدنيا قدامك اهي زي ما انت شايف، وهيصه ومسلسلات كتير، وانا حسب ما قريت عن حضرتك ان انت بقيت مش مقل، بتحب مسلسلات رمضان اكتر، هل ده حقيقي؟ علشان الـ احنا كممثلين ليس لنا اي سطوه على الجمهور غير انه يعطش لك، بس مفيش حاجه تانية. شو يبقى حابب يشوفك. فما تقعدلوش في عينه كتير يعني، ما تزهقوش منك يعني. بس يعني ده يعني انت ده مبدا قررته من فتره. انه يعني فكره إنه الرطرطه دي يعني ممكن ناس تزهق منك برضو يعني، باخد منظر وخفف يعني. هي وجهه نظر، ما اقدرش اقول لك او لا فيها، بس هي لازم الفنان يكون عنده وجهه نظر معينه يشتغل بيها، لازم يمتلك وجهه نظر يشتغل بيها. بس مسلسلات رمضان بتبقى هيصه جامده قوي، بتتشاف في رمضان وبعد رمضان. انت موافق على الفكره ديت يعني؟ حد بعض الناس قالوا ان رمضان ده عباره عن برومو كبير. ايوه، وبعد كده ويشوفوا براحتهم ويدوق كده وبعدين يبقى ياكل. وبيفضل بقى طول السنه اما بيجي تذاع الحاجات دي، انت بتاخد طعم رد الفعل طول ماشي السنه، ماشي بقى كل طول شويه طول السنه معاك يعني، كل شويه، واللي ما شافش بقى بدا يشوف ويكلمك تاني، فالدنيا بتبقى حلوه. بتاخد رد فعلك من الشارع اكتر، من السوشيال ميديا اكتر، من البيت اكتر، من صحابك الشارع اكتر. الشارع الشارع. انا رايي انك انت بتاخده من نفسك. ما هو ده جزء وأنا طبعا، مش غلطة. لا لا طبعا طبعا يعني، واضح ان انت لما بتخلص الشوط بتبقى عارف ايه اللي حصل. ده صحيح. صح صحيح. وكتير ببقى العمل بيخلص، سؤال خبيث شويه بس هو منظره كده يعني. تعيد انت؟ انت تعيد ماشي الشوط. لو بروح استاذن المخرج اقول له ممكن نعمله تاني. المخرج قال لك اوكي تمام. اطبع، ترجع انت تقول له لا انا عايز اعيد. بستاذنه. شوف ساعات بيقول لي انا عاجبني ما تقلقش يعني. احيانا بس ساعات انت ده بعد ما تخلص تشوف الشوط تقول له لا انا عايز اعيد. وساعات لما يجي يتعرض على التلفزيون ابقى فاتتك حته، كان ممكن اعمل الحته دي احسن كده. ده كتير بقى بيحصل لي، بقى متضايق جدا. طبعا كل معظم الفنانين يعني كده، بس انت تعيد الشوط، ودي بقى مش اي فنان بيعملها. انا بطلب ساعات كده لو سمحت، انا عايز اعيد الشوط. بطلب ساعات كده، واحيانا بيوافق المخرج انه يبقى بيقول تعالى نعمله احسن، واحيانا بيقول لي لا ما تقلقش ما تقلقش انا عارف هعمل ايه واخد منه ايه. واحيانا يبقى في شوط انت عايز تعمله مره واحده. جيب. وتخلص منه. حصلت مره في العهد. يعني شوط ده بقى؟ العهد ده مسلسل. المشهد اللي هو بتاع قيامه الضوء من النعش
ويرجع للحياه تاني. اه ده كان ناس وكان حاجه، ده قبضة قلب رهيبه والمكان كئيب اللي بيصوروا فيه ما اعرفش كانوا بيصوروا فين وايه ده. فالمشهد ده كان معمول له نص يوم عشان هو فعلا مشهد وليل، لا كان غروب، غروب يعني عصاري كده فكنا واخدين النص الاخراني من النهار وابتدينا هوب 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 خلص. استاذ خالد قال تمام من وان تيك، تمام بخطبه بقى وموضوع كان طويل جدا. فانبسطت الله طلع من مره واحده الله الله خير يعني. فبتحصل حاجات اللي بتبقى في كده مشاهد بتبقى عين حظها حلو كده. لا بس في مشاهد انت تقراها تقول ده انا عايز اعمله مره واحده مش هقدر اعمله علشان ما في بتبقى صعوبته ما ينفعش يتكرر تاني. صعوبته النفسيه والانفعال اللي فيه ما ينفع يتكرر تاني، هيبقى اقل سنه يعني خليه دفقته الاولانيه دي. اجمل حاجه في التمثيل ايه؟ المتعه الشخصيه، متعه انك تستمتع باللي بتعمله. واصعب حاجه انك بتتنقل من روح لروح 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 لروح. دي صعبه شويه. عايزه انسان يبقى كانه على زيبق مش متجمد عشان يعرف يروح هنا ويروح هنا ويروح هنا. احيانا شخصيه تزعجك بعد ما تخلص شغلها. يحصل كرم يونس بتاع افراح الاب. كأب ده افراح الاب ده انا ما اعرفش بتكلم ياسين ومنى وكده انتوا عملتوا ايه بتعملوا ايه ده صعب جدا. كأب فتره كرم يونس ده كأب لانه خد مجموعه حاجات لنجيب محفوظ. اي مش خد حاجه واحده، ده خد حاجات محمد كتير. امين راضي اللي كان عامل ده كان عامل كل حلقه مرالها روايه من روايات نجيب محفوظ. بس بقى في حاجات كتير يعني الحقيقه كان شغل، كان عمل عظيم الحمد لله. كان شغل غريب وصعب جدا. وتعبنا فيه جدا على فكره. تعبنا كتير. ايوه ده مسلسل مسلسل ده من المسلسلات اللي تحب تشوفه مره واثنين وثلاثه واربعه لانه هو مش حكايه. هو عالم، عالم مثير معمول بطريقة حلوة جدا. ممثلين كلكو يعني كنت مجموعة مش معقولة من الممثلين. ومحمد ياسين كمايسترو طبعا. محمد ياسين مايسترو يعني عظيم. محمد ياسين يعني طبعا. بتفرق معاك الممثلين اللي معاك؟ أكيد. أكيد يعني ممكن يجي لك عمل تعرف فيه ممثلين ما تحبش تخش ممكن. رغم أن الشخصية ممكن تكون عاجبك. ممكن لأنه مش هنعرف نلعب. وممكن تخش دور بسيط في عمل فيه ممثلين اللي ببقى عارف اعمل معاهم لعب نلعب يعني هات وخد يعني شويه. الدويتو اللي كنت انا وسيد رجب فيه في رمضان كريم ده، سيد رجب ده مش معقول، كان فيه متعه، كان فيه متعه جامده جدا. سيد رجب ده انا برضه في انتظاره لانه انا مع الاسف ما يعني ما حضرتوش لما بدا يعني، بس هو حاجه حلوه جدا. فكان في بينا كده يعني حاله حلوه طول الوقت طول الوقت. ما انتوا الاثنين فيكم صفه ما اقدرش اقولها، بس فيكم صفه انتوا الاثنين يعني منطلقين يعني يعني بيقول لك شعنون مثلا يعني هما الاثنين فيهم الصفه دي ممكن. بيحبوا يمثلوا يعني اصل التمثيل هو صنعه لكن في ناس بتحبه خطف. يعني زي محمد صلاح كده لما يعمل كده ويجيب جون كده دي حاجه بتبقى متعه ما فيش بعدها متعه. ربنا يحميه يا رب بارك لنا فيه. طيب لا بتصور ازاي بقى يعني انت دايما بتبص لقدام؟ طبعا الحياه ممكن تروح وتيجي زي ما احنا زي ما هي عايزه، لكن الواحد دايما لازم يبقى مفكر. بفكر الفتره الجايه يبقى في عمل واحد في السنه مش اثنين. انا بعمل اثنين عاده بس عايز ابقى اعمل واحد، نفسي ابقى اعمل واحد بقى. احنا اتفقنا ان انت ممكن تعمل لا ممكن مش هتحسبهم اعمال اروح ضيف ممكن دي ما فيهاش مشكله بس عندي عمل واحد. مش هتتراجع عن الحكايه دي؟ لا خالص. ليه يعني اقول لك على حاجه لطيفه جدا. فيلم فوتوكوبي فيلم جميل فكانوا بيصوروا في وسط البلد وانا عرفت فروحت نسلم عليهم صحابنا المنتج صديقي والاستاذ محمود حميده حبيبي محمود طبعا حبيبتي وتامر عاشر يعني الناس كلها كاست حبايبي يعني قالوا لي خش اعمل حاجه. لا ده انا دخلت في الطابور بتاع السيما محمود حميده انا داخل هو وشيرين يقطعوا تذكره قمت داخل وراهم في الطابور وقفت في الطابور بس قلت اسم اي اسم الفيلم تاني غير اللي هم داخلينه عشان ما اتركورش واكمل معاهم جوه ابقى دي واروح انت تخش دخلت سينما تانية قاعه ايوه اللي هو بس وقفت معاه في الطابور قمت عملتها كده يعني محبه مع تامر عاشر
يعني صحيح هيبقى احنا بنلعب مع بعض احنا حبايب وبنلعب مع بعض ومبسوطين لبعض ايه اللي يمنع يعني مساله ما فيهاش انا عن نفسي مش دعوه ما فيهاش انت وانا بس هو السوق له مقاييس وليه عادات وتقاليد وله على عيني وراسي وصناعه النجم ليها يعني هذه علم ده علم مش حلو يعني. هذه المقاييس انا لم اخرج من خلالها فصنعت لنفسك مقاييسك لا بأس ما يعني لو كنت مدين كنت مدين لها كنت كملت فيها بس انا مش مدين لاني خرجت بره هذه المقاييس يعني تقدمت للمهنه بره المقاييس دي تماما فخلاص خليني في عالمي بقى باللي انا بعمله يعني اقدر اقول ان انت كل القضيه عندك انك تمثل حاجه على مزاجك بالظبط جابت بقى فلوس جابت نجوميه ما جابتش بتاع ما لهاش دعوه مش انبسطت بس لا جميل جدا يعني مش بقول لكم هو حاجه مختلفه هو حاجه مختلفه عشان كده ربنا دايما بيديله حاجات حلوه ربنا يخليك وبيخلي الناس تحبه لان هو الانسان لما بيبقى كده بيبقى صادق بقى خلاص ما هيبقى كذاب في ايه يعني يبقى شغلك يبقى مميز دايما يا رب فضل من ربنا الحمد لله طب ممكن تقول لي احلامك الخاصه ان اعلم مروان وصبا كويس فقط مروان وصبا بس اعلمهم كويس تعليم يستحقوه بس يعني مش مهم اسيب لهم ايه فلوس ولا يعني انا علمتهم كويس هم هيعرفوا تعليم يتصرف. كل الفلوس وكل هم هيتصرفوا يعني يعني اعمل ابنك كويس هو يعمل حياته بس انت اعمله كويس وهو يعمل حياته بعد كده مش يعني ما احنا جايين من عائلات ما عملتلناش حاجه ماديا لكن عملتنا ركبت ربت عمل الدماغ بالظبط يعني فاحنا اتصرفنا في الدنيا وعافرنا ونجحنا وربنا يجي تفتكر مين اللي بسطك كده؟ مين اللي بسطك كده؟ مين اللي خلاك بسيط كده؟ الناس انا حصل كتير خبطات بيني وبين الناس فعرفتني ان الموضوع مش محتاج حزم درس صغير كده اقوله لي بقى كنت بستنى حاجات تجيني من البلد بعربيات اللي بتقف في احمد حلمي زمان ايام احمد حلمي اكلم الجماعه في البلد يبعتوا لي حاجات كتير مشلتت وجبت قال لي الحاجات دي كتير مشلتت وجبت كل الحاجات وفسيخ وبتاع حاجات كده كنت اروح هناك ايه بعتينها مع السواق كنت عايش في مصر لوحدك في القاهره كنت عايش لوحدي مع ناس صحابك بقى ولا في شقه لوحدك لا بنسكن مجموعة ناس مع بعض يعني ففي يوم واقف هناك مستني وطبعا صحابك مستنيين في البيت بقى جعانين فانا واقف واحده ست معاها برميل كبير كده بتاع بيبس وهي قده وعماله تعمل كده هي قد البرميل وعماله تعمل كده ترش ميه فالميه تجيب تراب علينا فقلت لها لو سمحت قولي بعد اذنك حتى يعني فقامت قالت لي بعد اذنك حسيت ان انا ست لذيذه يعني هزقتني فبلعت كسوفي كده وقفت كاي افندي وحش ما تقدرش تكلمها اقدر اقول ايه يعني هي عامل مشترك بينها وهي والبرميل فسكت كده واقف بكسوفي شويه والراجل بتاع الشاي بيكنس فالتراب جه ناحيتي فقلت له صباح الفل قال لي صباح الورد لما اخذه يا باشا تعالى هنا هم نفس الشخص ونفس المكان بس هنا اللي اتغير مين دخلتي اللي اتغيرت كلمه حلوه وكلمه بايخه خليك بسيط وقريب من الناس وخد البساط احمدي دي علمتك الناس هتقرب منك ده موقف اصله علمني بصراحه الموقف ده طلعت منه ان انا اللي كانت دخلتي غلط انا اللي كنت مقعر الامور وعامل ان هي اخر وانا حد وقولي عن اذنك لكن لما قلت له صباح الفل اتفضل يا باشا هنا تعالى وجاب لي كرسي وقال لي ما تقعد بس اقعد مش هقول لك تشربيه قلت له شاي وضحكنا خلاص فكان درس مش هين على فكره ان يعني الدنيا قريبه ومش طالبه بقى حزق وبعد عن البشر واجواء دي خلي البساطه احلى لا وبعدين بتسمع لك كلمتين ما لهمش لازمه مش كده المصريين يعني اصلا مش هتعرف تاخد معاهم حق ولا باطل يعني ماشي انت عايز خد اهي والله الحياه فيها مواقف طبعا صغننه قد كده بس بتفرق لكن لو بصيت لها كويس للي يقرا تاخد بالك انت لغايه دلوقتي يعني لحد دلوقتي الكلام مع الناس تاني وكل في اي لوكيشن العمال اول ناس حبايبي لانه احنا زملاء صحيح احنا زملاء ولو حد فيهم عيط ما الشغل هيعطل زيه زي بالظبط احنا زملاء ايه بقى فكره انا فلان وانت علان دي كلنا كبر بعيد عنك كبر كل الخلائق يظلهم في يد الصمد يعني احنا مين احنا مين
هو في موضوع الزوماوت ده، احنا قاعدين في الاستوديو بره كده بقى المدينه، كده بقى القاهره، كده بقت مصر، كده بقى افريقيا، الكره الارضيه. انا قلت الكلام ده في التلفزيون بالظبط. ونفسي تبقى مين؟ مين دول؟ الكره البشريه دول كلها يعني. صحيح الدنيا مش صحيح. احنا ايه يعني؟ طيب انا اخذت منك وعد انك هتختم لنا الحلقه بحاجه من اشعارك الحلوه. انا بشكرك على اللقاء ده، ربنا يخليك، سعدتني وشرفتني. سلام. واشكر الست مراتك يعني، وربنا يخليك ولادك. عزه موسى، عزه موسى انا بحييها لانه قال لك عني كلام حلو قوي في الـ في الـ ومعنى ذلك ان خلي بالك، لان الراجل لما يقول كلام حلو عن مراته يبقى في مشاكل. ربنا يجعلك محضر خير. خلي بالك عزه. نختم بحاجه حلوه من اشعارك الجميله دي. سالوني بتحب مصر؟ قلت اه جدا، شارب هواها من جدود الجد، من جدود الجد، وعيلها ساعة ببدأت شمسها تدا، وصاحلها ساعة مليلها في الدروب بيمد، ما بين صباحها ومساها حبها يسخن، ومن مرة تسأل تلاقي ألف قلب يسد. سألوني بتحب مصر؟ قلت آه خالص، شارب مرارها ونيلها وعكها ونيلها، لكن لعمري أبيع الحق ولا والس، ولا عمر وافق على العيبة وعدلها، وإن كنت خيبة مانيش عارف أكيد حاسس، وهربي ابني يأدبني ويعدلها. سألوني بتحب مصر؟ قلت آه أمال، ده الحب ذاته ملذاته بدت فيها، ببدأ طريقي على ريقي بكام موال، واختم صلاتي بآيات المنزلة فيها. الله الله، صباح الخير. شكرا استاذ ابو خالد.